بالحلقة أنا نفسيتي تعبانة، ماني مبسوطة، ما في شي راكب صح، لا الطبخة مظبوطة ولا المنيو كامل، لأنه أنا معتبرة كنت أنه اليوم رح يكون في منيو كامل متكامل، بس ما في. اليوم وحدي أنا، يعني جون ترك، كيف تركني جون؟ يعني أنا بدي بلش من هالنقطة، برجع كفي من وراك من على بعدك يا جون. يعني كيف يعني؟ ما بعرف شو يعني، شو خطر لك؟ كيف معقول أصحابك يتجوزوا؟ يعني ماما مش مسموح. وبعدين إذا بدكم تتجوزوا أصحابه لجون، بليز يعني عملوها قريب قريب من التلفزيون، خدوا بيحة التلفزيون بالبيروت هول على حسابنا، نعملكم العرس، بس مش إنه تبعدوها ليضطر ينام برا. ما فيك جون، مسيو رفيقته ما بعرف مين، في ليميت بالحياة عم نتخطى بالنهاية. بونجور. بونجور. بونجور، كيفك؟ بونجور عن جديد، صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. والله هذا المنيو اللي موجود، حبلك تكمل. هلا خلص انا من اول مشكلة. حبلك تكمل الحلقة، أهلا وسهلا. ما حبلك كمان، أهلا وسهلا. حسني قلبي. بدي كمل يعني، هذا المنيو اليوم هيك. لحظة، مش بس أخبركم، حسني قلبي إنه اليوم المنيو مش يعني إنه مش كريم فيه اليوم الشيف. اللي بالعاده بيكون كريم، يعني نحن واصلين بيكون حط لنا ساندويش، يعني عرفتوا كيف؟ بس انه اكلت رز بحليب بالبيت، اتس اوكي. بوصل لهون بلاقي روايده كمان مغنجتنا البروديوسر جبتنا كرواسان، اتس اوكي. اوكي كلنا وحده، بس انه اوصل لهون يطلع في بس جاتو يعني، وبس والله شو الثانيه؟ قشطاليه مهلبيه، هيطاليه، هيطاليه عاملين هيطاليه، وكيك الفواكه المجففه. نعم. والترويقه من حواضر، هلا بنشوف الترويقه شو حنعمل. حنعمل ترويقه حاضرها يعني. بس ما انا شفتك اكلت كرواسون، ما حسبت حسابك بالترويقه. لا خيي انت ايه؟ ما تشوف انت، شوف شو بينطلب، يعني شو بيكون في واحد عنده نفسيته يكون عباله. اوكي الله يقطع النار على خير. امي ما بتصور كثير على خير، بس انه لانه جون كمان مش موجود، بس رح نجرب نسليكم، يعني رح نجرب. انا بعرف انه كثير منكم مبسوطين انه ما رح تشوفوه اليوم، بس انه نحن حرام لنعطيه شويه كريدي، عرفتوا كيف؟ على كل حال، شايف نحن اليوم ب 28 اب 2016، مزبوط. اكيد نهار الاحد رح يكون لكل العائله وفقرات اكيد بتناسب الجميع، فيلي ما عباله يطلع بالشب بالشوب وبال يعني رطوبه فيكم تحضرونا اكيد، او حتى تشوفونا على الانترنت لايف ستريمينج. فاذا اليوم فقراتنا منوعين، رح يكون في عنا مطرب نتعرف عليه جاست، رح يكون في عنا كمان على غير موجه، رح تحيه للفنان الراحل الكبير سمير يزبك، واكيد مع هبه رح يكون في ضيوفه مستقبلهم بجود لايف فتنس، وعده كمان مهرجانات رح نحكي عنها، و ايضا مركز سرطان الاطفال رح نشوف شو نشاطاته لهالموسم. اكيد انتم رح تبقوا معنا ان شاء الله، خلوا عينكم معنا على عالم الصباح، واول فقره بعالم الصباح ما فينا ما نبديها الا مع كارمن والابراش. صباحكم بالخير، اليوم الاحد 28 اب اغسطس، اليوم القمر مرافقنا من برج مائي برج السرطان من امبارح، والاجواء حلوه كثير، الابراج المائيه، السرطان، الحوت وكذلك العقرب. كيف رح بيكون نهارنا؟ بنبلش مع برج الحمل. بالنسبه لك اليوم مولود برج الحمل، في عندك شغل كثير، ويبدو انه اكثر اشغالك دوميستيك، العلاقه بالبيت بالعيله، فيك انت عندك مشاريع خاصه حابب تاخذ وقت لحالك، المهم ما تنرفز من الناس وكون صبور معهم، خاصه اقرب الناس لك. الاكثر تعبا 14-15 نيسان ابريل، بينما الاكثر حظا 1-4 نيسان. ننتقل لبرج الثور. بالنسبه لبرج الثور، هيدا نهار جيد، هيدا نهار تقدر تكمله بنجاح، خاصه اذا انت فسرت اللي بدك اياه، يعني ما تفكر انه الشخص الاخر بده يحذر شو انت عم بتفكر او شو انت حاسس، احكي، تواصل مع الاخرين بجراه. 19-20 ايار مايو هن الاكثر حظا. بنكمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، الاحتمالات اليوم واضحة، وأكيد اليوم ضروري أنك تكون منتبه على أموالك، على مصاريفك، ضروري تكون مقتصد أو متقشف شوي في بعض المسائل يلي بتشجعك أنك تفش خلقك بصرف الأموال، سواء كان شوبينج أو إلى آخره، أو يمكن حتى أحد أفراد العائلة بحاجة لدعمك، وبالتالي حاول اليوم تكون متعاطف مع الآخرين. تبقى المواليد الأكثر حظا 21-22-23 أيار مايو. بنكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، بما أنه القمر ببرجك، مولود برج السرطان قادر أنه يخلط الأمور على ذوقه، قادر يتكيف مع الأمور كمان على ذوقه، ويطلع بقرارات ويطلع بأهداف جديدة، عناوين جديدة أنت بتقدر تحطها.
احتمال تكون هالامور لها علاقه بنشر مساله معينه، بدراسه معينه، بتواصل معين، سياره جديده مثلا. بجميع الاحوال مولوبش السرطان، المسائل العالقه بطلت عالقه. تبقى المواليد الانشط اليوم والاوفر حظا هي مواليد شهر تموز يوليو. بنكمل مع برج الاسد. بالنسبة لبرج الأسد ما تنتظر اليوم أي جواب، صار لك يومين تقريبا الأجواء عندك بطيئة جدا، مخيبة للأمال، بعد عندك كل هالنهار لبكرة تقريبا صباحا لحتى الأمور تتحل حل. من هلأ لوقتها مطلوب منك تضلك عاقل، لو بروفايل، وانتبه على أغراضك، انتبه من خيبات الأمل وانتبه من المحتالين. تبقى المواليد الأكثر تعبا اليوم هي مواليد شهر آب أغسطس باستثناء 2 3 17 و 18 آب أغسطس. منكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء حلو هيدا النهار، أول شيء لأنه طبعا الشمس موجودة ببرجك، ثاني شيء لأنه القمر موجود ببرج صديق لك ببرج العذراء، برج السرطان. هنالك تعاطف معك، هنالك تعاون معك، هنالك دعم لك بغض النظر عن عمرك، وبالتالي هيدا هو نهار مناسب جدا لتقوي قلبك ولحتى تختلط بالناس ولحتى تنافس وتشارك بالنشاطات على أنواعها. لكن يلي عنده ظرف ايجابي او سلبي حاليا هو 5 و6 ايلول سبتمبر، فكونوا منتبهين. ننتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان امبارح واليوم بعتبرهم يومين كثير 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 مهمين وكثير دقيقين، بمعنى انه ما بتقدر تستخفي وما بتقدر تهمل واجباتك. شو ما كان عندك ضروري يكون كامل متكامل العمل يلي بدك تقدمه. انتبه لانه هيدا نهار بيفحصك تماما، وبالتالي الاخطاء بتبين الأخطاء بتبين. لكن في حظ حلو عند بعض المواليد، وهني مواليد 23 24 و25 أيلول سبتمبر. منكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب ما حدا قدك، الظروف كتير حلوة، كتير مشجعة وكتير داعمة. هنالك حوافز عديدة بتخلي مولود برج العقرب يقدر يتخطى حدوده، يعني اليوم انت جريء كفاية لحتى تكتشف وتخوض تجارب جديدة. طبعا كل هالظروف هيدي رح بتكون إيجابية داعمة لك، ويمكن يكون عندك أكثر من خبر سار. 20 و21 نوفمبر هن الأوفر حظا. منكمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس بكرة الأوضاع أفضل، يعني عندك 3 أيام ورا بعضها رح تكون الأوضاع أفضل من اليوم. هلا ما معناتها هيدا نهار فاشل أو فارغ، بالعكس هيدا نهار يمكن هو يلي بمهد لنجاحات الأيام الثلاثة المقبلة. حاول إنك تتكيف مع كل التفاصيل حتى التفاصيل المملة، وبعد عن المشاكل القانونية بشكل خاص. تحديدا اذا كنت من مواليد 4 5 6 ديسمبر كانون الأول، انتبه من السرعة والمجازفات كليا. منكمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي الأجواء اليوم تتحداك، مولود برج الجدي اليوم يمكن يكون شوي مزعوج، يمكن يكون شوي هيك متضايق، شوي على أعصابه، دغري بينرفز، دغري بيعصب، بفش خلقه، لكن هذا الأمر ما بيناسبك أبداً لأنه الظروف العامة كتير إيجابية، وأي انطباع سلبي بتتركه عنك اليوم معقولة يخسرك. طول بالك بكرة الظروف رح بتكون أفضل. تبقى المواليد الأكثر حظاً 17 ل 19 كانون الثاني يناير. بنكمل مع برج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو الأجواء متقلبة، ما تفكر أن أنت موجود بفترة زمنية كتير ميسرة، بدك تيسر حالك بحالك، يعني أنت بدك تساعد حالك، بدك أنت تستكشف الأمور، بدك تطالب بحقك، بدك تروح وتطلب مساعدة. الأجواء اليوم تطلب منك أنك تحط عقلك براسك، تحط أيضا لازم تحط جدول أعمال واضح قدامك وتمشي عليه. انتبه من بعض المسائل الصحية والطبية أيضا. 13 ل 15 شباط فبراير الأوفر حظا. منكمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت امبارح واليوم عم بيقدموا لك فرصة سانحة للحل، للتسوية، للنجاح، لحتى تتوفق ولحتى تمشي أعمالك. في حل اليوم ضروري ضروري جدا، تكون انت جاهز، تكون جريء، وحتى تاخذ خطوات كثير كبيره لتوصل للي بدك اياه. قوي قلبك مولود برج الحوت، ما تتراجع وما تقبل بشيء منه على ذوقك. كون حذر. 1-2 اذار مارس الاكثر حظا، 18-19 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبه لمولود اليوم هيدي سنه بعتبرها سنه
سنة مريحة، سنة جيدة، سنة حلوة تسمح لمولود اليوم أنه يختلط بمحيطه، يوصل إلى مراكز عالية أو يوصل إلى يتوصل إلى عقد صداقات وارتباطات حلوة بتساعده، بتخليه يثق بنفسه أكثر، بتقويله معنوياته وبتخلي أيضا يكون له دور فعال أكثر بمحيطه بغض النظر عن عمرك. أيلول، سبتمبر، كانون، تاني يناير، أيار، مايو، هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. شكرا لك كارمن، رح نرجع اكيد نلتقى فيك بكره بابراج جديد وحظوظ جديد. اما هلا رح نتوقف مع اول فصل اعلاني، ومن بعدها رح ينضم لنا الفنان سامر طالب لنتعرف على اعماله واخر اغانيه. نكفي معكم عالم الصباح، وصار معنا حاضر كمان بالاستوديو ضيفنا يلي قلت لكم قبل الفاصل، راح يكون معنا الفنان سامر طالب وراح تعرفوا عليه. جديد بالساحه مش كثير؟ شوي كثير. بونجور. لايك سنه، بونجور، كيفك؟ صباح. يعطيك العافيه. صباح. كله تمام؟ يس. ماشي الحال. اليوم بدنا نتعرف على بركي اذا بدك موهبة صاعدة، وبس اكيد انا انت من قبل بتحب الفن. من انا وصغيرة. من زمان طبعا. بس هلا شو خطر لك بهالمرحلة تدخل على هيدا المجال؟ انه خلص بتوصلي لمطرح صار فيك، صرتي حاضرة انك تطلعي اون تي في او اون ستيج وتغني، سو اتس تايم. صعب لك انك هلا تفرجي شو اللي عندك؟ ايه اكيد. وتدندن دائما بين اصحابك وبين اهلك؟ هلا بتعرفي الاصحاب ما بقى يحبوا كثير الدندنات مثل قبل، بس دندنا كثير. اوكي سو بس قلت انه على بالك هلا تفوت بهيدي التجربه. Yeah. اول فيديو كليب او اول اغنيه كانت لك سينجل؟ مزبوط، نزلت اول السنه بشهر واحد اسمها جرحتني. ورجعت نزلنا ثاني سينجل مصري من ثلاث شهور، والكليب نزل تقريبا من شهر ونص. لا اول غنيه، لتاني غنية. يس. أول غنية كانت جرحتني وهلا تجارب فشلة. مزبوط. أوكي رح نرجع نحكي كمان على الغنية الثالثة، بس ما كتير في فرق بين أول غنية وتاني غنية بالوقت. إيه لأنه الفنان الجديد لازم على طول يضلوا عم ينزل قصص أو العالم تنساه. أكيد 100%. طيب أول غنية فإذا جرحتني هي عن شو بتحكي؟ بتحكي عن حدا انجرح من حبيبه. هي ما كانت للحبيب سبيشال، هي كانت من ابن لبيو. واو. ف نعم. هلا اللي بيسمعها ما كثير بيفهمها، ما بيفهم انه من ابن لبيو، بيفهم انه بين حبيبه وحبيبته. بس مزبوط. هي طيب يعني هي بتقدر تكون على اثنين، على تو ليفلز يعني. مزبوط. هو الميوزك فيديو اللي عم ينعمل لهيدي الغنيه من ابن لبيو. حلو كثير. رح نشوف كمان الكليب للكليب الثاني كمان تجارب فشلة، بس قبل ما نعرف أكثر تفاصيل، ليه حبيت تفوت بهيدي القصة يعني الستوري مش تكون بين اثنين حبيبين؟ هيدي تبع جرحتني. لا جرحتني. ايه مزبوط، هيدي ستوري لجرحتني. جرحتني اللي عم نقول انه مزبوط. مش بين اثنين حبيبين، بين بي وابنه. ميبي لانه عشتها شوي. اوكي. يعني الشيء اللي بتحسيه على بالك تعمليه لازم تعمليه. اوكي باول اغنيه كمان يعني دغري عم تحاول تجسد شيء خاص. ما هو اللي من القلب بيوصل على القلب دغري. اوكي. يعني هي مساج عم تحاول توصلها؟ ايه اذا بدك، حتى الكليب حيكون مسج قويه. اوكي وراح يكون هلا ايمتى؟ اخر السنه. باخر السنه. طب ليه ما عملت له دغري كليب لانه؟ لانه لازم العالم يشوفوني بشيء مثلي هلا، يعني شيء بيشبهني، شيء بيشبه الشباب، مش دغري يشوفوا انه انا الجاي كلنا دراما او جاي فرجي العالم دراما. بس هو الواحد من الدراما اوقات بيكون بيقدر يعطي وبعدين ينطلق بالحياه. إيه بس ما في حدا ما عنده مشكله وما عنده شيء طلع منه وقدمه، بس يمكن على بالك تكون في حركه او انرجي. مزبوط. يعني مزبوط. العالم تعرفك فيها مش بالحزن. فاذا ثاني كليب او ثاني غنيه واللي عملت له الكليب هو تجارب فشلة. هي اللي فيها حركه. هلا فيها حركه بس كمان بيست اون تجارب فشله كمان يعني. بالنهايه لما تكتب لما ايه لانه لما أنت. لما اكتب شيء ولحنه ايه بكون عايشتي، انه ما فينا نكذب على بعض. اوكي. ما حدا بيكتب شيء منه عايشه. اوكي فاذا انت اللي كتبت الغنيه. مزبوط. وانت لحنت الغنيه كمان. طب من اي متى بتحب تكتب؟ كان عمري 12 سنه. فبلشت كونسرفاتوار لهلا وخلص بقى اتس تايم.
حلو، وبالالحان كمان يعني فايت بهذا المجال. بس كمان انت عملت، انت الدايركتر. انا الدايركتر. وان يعني سولو وان مان لازم شو. تعملي كل شيء والا بدك تنطري، ضلك بتصير عمرك 50 سنه وبتضلك محلك. ليه بتحس انه هون ما كثير في ناس بتحب تستغني؟ ايه ما بيدعموا الناس الجديد. ايه مزبوط. جديد او تعطي فرصه لمواهب جديده. هي شغله معروفه. ايه بتجربي كثير، بس انه بحاولوا ينزلوكي بستيل انت ما خصك فيه او بمطرح انت ما خصك فيه. حسب هن شو على بالهم. مزبوط. حسب هن شو على بالهم يطلعوكي. بالنهايه هن كمان شرك بدهم يشتغلوا. اوكي، يعني انت يمكن كمان بالانطلاقه ما على بالك تكون حدا ما بيشبهك؟ لا على بالي يكون انا بتساوم يمكن. مزبوط. على صورتك بركي. اوكي، طب خلينا نشوف سوا تجارب فاشله. تجارب فاشله وبعدين نكفي الحديث. يلا. وجع قلبي ده
عشت حياتي هدها. سامر يا سامر، يعني اللي بيشوفك بيفكر انه انت فنان مصري، لانه هالقد تقنى تقنى اللهجة، ومش بس انا يعني حتى بالكنترول روم عم بيقولوا لي انه شبهوك لحدا، صوتك هيك قريب لحسام حبيب الفنان كمان عم نحبه كتير. ف كيف كان الصدى للكليب؟ كان كتير حلو انه كأول مرة بيشوفوك الناس بكليب بميوزك فيديو، انه كان شيء جديد على الناس القراب علي، وشيء جديد وشيء شافوا حدا جديد على الساحة، الناس اللي ما بيعرفوني. سو كان كتير صدى منيح. وبعدين هذا انه يمكن انا شو حسيت انه كتير قريب، دغري واحد دغري بحسك انه هلا انا بضل شهادتي مجروحه يعني ما في قد ما اعطيك رايي. انت ما تحكي. لا بس عن جد حدا قريب، وبالكليب كمان يمكن عم تحكي موضوع بيعني الكل، كل العالم عندها، ما في حدا ما عمل تجربه فاشله وتجارب فاشله، وحلو واحد يحكي عنهم. رح نكفي كمان معك ب حلو نحلم. على فكره ما خفت من المصري بس باللهجه؟ لا ما عندك مشكله كنت فيها؟ لا لما كتبتها ولحنتها حسيتها ستيل انه لازم انا اغنيها، فلا ما أبدأ. اوكي بيرفكت. حلو نحلم هي هلا. حلو نحلم، حلو نحلم اكيد هو السنجل الجديد كمان. مزبوط. نزلوه عن شو؟ عن الانسبيريشن، عن الشباب يلي من عمري، سبيشلي انه انا مني كبير يعني. ف اسمع حلو نحلم، هي بتحكي عن حالها. تعال نحلم ونغني. يلا يلا نسمعها هي. ايه حسمعك بارت منها. يلي عنده هموم وراسه مشغول بسرعة يقوم يرقص ويقول، يلي عنده هموم وراسه مشغول بسرعة يقوم يرقص ويقول، حلو نحلم ونطير، حلو نوصل بكير، نعلي صوت الموسيقى وما نشوف الحقيقة وكل شي بدنا يصير. واو هيك شو لايت. خليك معنا هيك، خلينا عم نغني، خلينا عم نحلم. حلو. حلو نحلم. لا very nice وكتير هيك لذيذة وقريبة كمان. بمين متأثر من الفنانين؟ مروان خوري. سبيشلي انه كنت اتعلم عنده فترة فكتير أثر فيه. هلا ما فهم ليش فايزة. طيب نسمع كمان غنية هلا رح تكون غير ستيل جرحتني. مزبوط. يلي كمان هي الاغنيه الاولى اللي اطلقتها. ايه فينا نسمع منها كمان مقطع مهضوم، بس ما بدي حدا يزعل. لا ما حدا حيزعل. نوعدك نحن. اوكي. لا قلبي كانت بكره يا ورد نشف عطرة، وبعمري ما اذيتك، بعرف انا اخر همك بعده بجسمي سمك، وما قدرت نسيتك. لا قلبي كانت بكرة يا ورد نشف عطرة، وبعمري ما اذيتك، بعرف انا اخر همك بعده بجسمي سمك، وما قدرت نسيتك. جرحتني وجعتني خليتني اكبر، بقسوتك ضيعتني نحل مش اكتر. جرحتني وجعتني خليتني اكبر، بقسوتك ضيعتني نحل مش اكتر. والسبب مش منك انت، قلبي انا المعطر. اي اخ. واو ثانك يو. اتس اميزينج بالفعل، كثير حساس انت، هيك صوتك كيف طلع يعني وصلنا الاحساس اللي عم تحسه. حلو بس انك تقدر تحسه وتكتب. يعني تعبر عن اللي عم بتقوله. اللي عندك شيء ما في حدا تقولي له عليه بتكتبه، بيفهمه بالاغاني. اكيد 100%. احنا نقول لك جود لك حبيبتي. وعن جد على القليل هيك شاب لذيذ وحلو وقريب يكون كمان عم بيفوت بهذا المجال، لانه نحن بحاجه لناس عن جد عندها صوت وموهوبه، وانت باكج كامله بتصور. مرسي. يعني مرسي. من اخراج لكتابه لحتى غنى والحان. اوكي
شو بدك بعد؟ جود لك، وان شاء الله اكيد بنسمع صوتك بمسرح مسارح كثير كبار. ميرسي. وبنشوف كمان الكليب الجديد لاغنيتك، رح نكون ناطرينها. جود لك. انا كثير انبسطت بالانترفيو معك، و اهلا وسهلا كمان. ميرسي لك، وبونجورني للمشاهدين. ثانك يو، يعطيك الف عافيه. ميرسي. رح نتوقف مع بريك، ومن بعدها بنكفي عالم الصباح. بعدني مصر اصرار جدا قوي وبمحله، انه مش راكب يعني فقره ورشه ملح اليوم بالذات ما بدها تركب. ليه؟ هو بيعرف ليش. اوكي ماشي، روح لعنده يا اشرف. صباح الخير، شو بدكم؟ بنكمل ولا ما بنكمل؟ يا جون وين انت تركتني هيك؟ خير ما في. انا عرفت السبب، هي زعلانه لانه فقراتك بعدك انت موجوده، فقراتك وهي بدها تقدمها بس لاكثر لاقل. مش مزبوط هيدا هو يعني عم تصرف انرجي زياده اليوم. لا انا حقول لك شو هو، وهي يمكن خوفانه تعبي محلك ما تعبي محلك ما بعرف. لا هو عاده انا وياك يا شيف بنتفق على جون. ايه بس اليوم هالمره حاتفق عليك مع نفسي. طيب مش ظابطه، انا معوده على شيء ثاني. ماشي خير. طيب يا اشرف، شو وين كنا؟ شو عاملين اليوم؟ حتلاقوا عندي من اللوز عم يتقلى، كذلك الامر حتلاقوا الكيك نحن عملنا واحد ليلحق يبرد ونرجع نقدمه انا وياكم. حنعمل الكيك بالفواكه المجففه، حتلاقوا عندي من الكرامبري، من الكرز، من الزبيب، من الكيوي. تفضل. اوكي هيدي الفواكه اللي عندي حنرجع نفرمها هون ونقدمها ونعملها مع البيض والطحين اكيد واللبن والزيت والبيكنج باودر، ويصير عنا هيدا الكيك لنقدمه. تاني وصفة عندي مثل ما قلنا حنعمل الهيطلية. حتستغربوا انه ليش ما سكبتها بكاسات، سكبتها بقلب هيدا الجات الازاز. سكبتها بجات الازاز لانه بدي ارجع اقطعها، بس لاقدر ارجع اقطعها شو بدي اعمل؟ حضف لها ما تستغربوا من المي الباردة. هيدي المي حارجع حط الهيطلية بقلب البراد، بس قبل ما نحطها بالبراد بدنا نصفي هاللوز اللي عنا لنرجع نقدر نستعمله. لكن بدنا نعمل الهيطلية وحنعملها بطريقة، أو بالأحرى حنعملها بطريقتين، طريقة الكاسات وهيدي الطريقة هي الطريقة إذا بدكم ببلاد الشام بيعملوها بهيدي الطريقة، بيحطوا لها مي بيرجعوا بيقطعوها كيوبس. أما اللي كان معنا نهار الجمعة لما عملنا الباف بيستري، عملنا حشوة اللحمة بتطبيقة مع اللوز المقلى مثل هلا، وحطينا معهم من اللبن، من رب الرمان، ومن الطحينة. هيدي قلت لكم حنرجع نعملها إعادة تدوير ونعملها ترويقة. حطيتهم بخبز مرقوق، وهلا بعد ما خبزناهم حنرجع نحط عليهم بهالطريقة من رب الرمان. وهيك ترويقتنا لليوم بتكون صارت جاهزة، ولنطري الأجواء شو بدنا نعمل؟ مضطرين انه بدنا نشيل قطعة واحدة من الصينية لرولا. قطعة بتكفي؟ اخ يا قلبي اخ. طيب حنعملهم ثلاث قطع. يلا اخ قلبي. هاي ثلاث قطع يا اشرف انا سلمتك يون. ما بيوصلوا يا خيي. انا ما دخلني بقى. مش معقول. لكن لنرجع لوصفتنا. عندنا الطنجره حنركب فيها، بتعرفوا الهيطليه بدها شويه وقت، بس انا قدامكم حبلش جهز الحليب، يعني عندي من الحليب بهالطريقه، عندنا كوب من السكر، والمسكة المدقوقة. هيدا الخليط اللي عندي هيركب على النار لتسخن الحليب ويدوب بقلبه السكر. بعد ما يسخن الحليب بوقفتنا الثانية شو بنعمل؟ نجي مندوب النشا بالمي الباردة مع الموارد أو مع المزهر، ومنضيفهم على خليط الحليب السخن. وهون بيجي وقت الحرك، ف
فتره شي ثلث ساعه على النار بدها حرك، وبنرجع من بردها نسكبها بكيسات او نسكبها مثل ما انا سكبتها بجاطات، وبنرجع نشوف كيف نقدمها بختام عالمنا الصباحي. لكن بوقفتنا الثانيه بنبلش نحضر الكيك، بنبلش نشوف ندمج الهيطاليه سوري على النار، ونحضر الموز مع العسل لنقدمه معه. هيدي الوقفه الاولى لنا. هلا نحن حنتروق ونترككم مع رولا وباقي الفقرات. مرسي انك خدنا بحلمك يعني. اهلا وسهلا، الله يخليك ونربى بعزك وبطبخاتك. تكيو قلبت يا زلمه، كيف قلبت الموازين دغري. ولو ما انت شيف الكبير يعني كبيرنا، بس انه بليز ما توصل لي الصحن مع اشرف. ما انا عرفت مع مين بدي اوديه. وصلوا انت فشخه انا وياك، بس مع اشرف مش ظابطه. ما تزعلي. ثانكيو. عم يوصل بس ما تواخذوني يعني نص دقيقه. تفضل. ثانكس. في معنا نص دقيقه بريك؟ اه لا؟ اوكي. طيب. ثانك يو. يا نرجع على الجد. هلا نحن رح نكون بفقره على غير موجه يلي جان هو حاضر معنا ومش حاضر، عرفتوا كيف؟ بس انه تحيه لجان. وهلا بهيدي الفقره على غير موجه اكيد ما فينا الا ما نتوقف مع تحيه كثير كبيره للفنان الراحل سمير يزبك. خدني معك، خدني على بلاد الهوى، قلب انجرح ومن هدني وعمر انطوى. خدني معك، خدني على بلاد الهوى، قلب انجرح من هدني وعمر انطوى. خدني معك شو بيمنعك، خدني معك شو بيمنعك، درب السفر لقلوبنا أحلى دواء. أكيد ما في حدا ما بيعرف سمير يزبك الفنان الراحل والملحن يلي أغانيه طبعت بذاكرة كل الناس، والمواويل أكيد يلي اشتهر فيها العالم كلها يمكن انطربت على ألحانه وعلى كلمات الأغاني. توفي الفنان سمير يزبك بصباح التنين 21 آب من عن عمر 77 بعد صراع مع المرض، وغنى خلال المواويل إلى جانب عمالقة الطرب بلبنان والعالم العربي مثل وديع الصافي، نصر شمس الدين، صباح، جوزيف عزار، عصام رجي وغيرهم. اكيد فنان كان من علي، من قضاء علي جبل لبنان ومن بلده رمحاله تحديدا. ولد العام بعام 1939، ومثل ما قلنا هو مطرب وملحن لبناني. بدا مرسيلته الفنيه عن عمر 16 سنه. بعد شوي رح نحكي كمان وخبركم عن الطريقه يلي دخل فيها بهيدا المجال، مجال الفن، ومين يلي اكتشفه وحد حب يمكن يمسك ايده ويمشي بالطريق الصحيح. خلينا نسمع اغنيه ثانيه لإله وكمان نستذكر احلى الاغاني. والي والي من حب والي والي يا الله، غربتهم طالت عبالي طالت الفرقة، وهجران بقلبي يا ويلي زود الحرجة، وهجران بقلبي يا ويلي
هنستذكر اغاني كتير كمان من بعدها، ويعني مين ما بيعرف دقي دقي يا ربابا، مين ما بيعرف خدني معك اللي سمعناها كمان قبل، وهزي محرمتك هزي اللي كنا رقصنا عليهم وهزينا خسرنا عليهم. رح نقول كمان عنه للفنان الراحل سمير يزبي، كان يتعلم بمدرسه مارليس شويه، وكان يرتل مع فرقه الكنيسه بالاداديس، وكانت والدته عندها صوت جميل جدا، فكانت هي المسؤوله عن يمكن الاهتمام بصوته واكتشاف صوته، وحتى هي اللي علمته يحفظ الاغاني بطفولته. دخل المعهد الموسيقي بالكونسيرفاتوار، وبالوقت نفسه كان يشتغل مزين للشعر بصالون جوزيف عتيق للنساء. وباحدى الايام اجت السيده فيروز وكانت بالصالون عم تظبط شعراتها، وبيجي جوزيف اللي هو صاحب الصالون وبيسمعها على المسجله صوت صوته للفنان سمير يزبك، فعلى اساس عم بيقلها بسمع هذا الصوت ليأخذ رايها انه اذا حلو وهيك، هو عارف اكيد انه حلو بس كان بده يلفت لها نظرها. وقتها سمعت طار عقلها و يعني اتخذت كثير بصوته، وقالت له مين هذا الصوت؟ قال لها هو اللي عم يصفف لك شعرك، فكانت اكيد مفاجاه جدا ساره، وهي دغري اخذت على عاتقها انه تعرفوا على الرحابنه، وبدا العمل معهم بالكورال عام 1961. وبيقول انه بيفتخر بهذه المرحله يلي كثير استفاد منها واثقلته صوت وموسيقى. رح كمان نسمع اغنيه ثالثه، طلت ام عيون السود. والنقل الحلو العيوقة طلت بالقام الممشوقة والنقل الحلو العيوقة قالت له صور يا مصور واتفرج عاها المخلوقة قالت له صور يا مصور واتفرج عاها المخلوقة غزالي قدام مرجي عم تكرش كرجي على كرجي والصياد كتار ضلت ابن عيون السود قالت ساعدي يا جار ضلت ابن عيون السود قالت ساعدي يا جار وانا شفت عيون السود وكان في عندي عقل وطار. منكفي معكم اكيد ومنخبر عن سمير يزبك الفنان الرائع، كيف كمان كفى بهذا المجال وقدر يوصل يتربع على اهم المسارح الغنائيه مع اهم الاسماء، منهم اكيد الاستاذ روميو لحود الملحن الكبير اللي بنعتز فيه كلنا. تقدم سمير يزبك لاذاعه لبنان باغنيه الراحل وديع الصافي لبنان يا قطعه سما، من احلى الاغاني له اكيد، وفاز
فاز بالمرتبة الأولى، ومن هون بدأت مسيرته. بعام 1963 تعرف على الملحن الكبير روميو لحود، يلي أكيد حب أنه يشاركه بأهم مسرحيات لألو، مثل ما قلنا يتربع على مسارح كبيرة، المسارح الغنائية، منها مسرحية شلال والقلعة والفرمان وغيرها، وبقي معه حتى عام 1970. وكانت أغنية دق دق يا ربابة هي الأحب لقلبه، وهي من كلمات وألحان روميو لحود، حازت على شهرة عربية وعالمية. أنا أكيد ما في حدا إلا ما بيعرف هالغنية، ووقتها بدون يحطوا الدبكة، وقتها بدون يحطوا الأغاني التقليدية والأغاني اللي كلنا منحبها ونرقص عليها، فما فينا إلا ما نستذكر دق دق يا ربابا. خلينا نسمع سوا. فراق الحبابة بعد ما راحوا وغابوا ورطوا بقلب العذابة. دق 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 يا بابا، دق 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 يا بابا. الله الله الله، عن جد بتعقد هذه الغنية. يا وريت هون جون كنا دبكنا عليها هلا. على كل حال شاف ما عم بيلبيني اليوم، ما لبى، ما بده يلبي. على كل حال ما رح ننسى اشهر موال يلي غناه سمير يزبك، وهو اغنيه موجوع، اللي عن جد كل ما بتسمعها مندوب معه، ما زال بيرددها الفنانين لحد هلا اكيد، وبنسمعها دائما وباستمرار. الفنان سمير يزبك توقف صوته قبل سنوات، واكيد بطل فينا نسمع الصوت الرائع، ولكن اصواته او اغانيه محفوره بحناجر كل محبي بلبنان والعالم العربي. سمير يزبك هو أكيد فنان نحن رح نضل نتذكره ورح نضل نحبه، ودايما أغاني ما بتقدر أبدا أنه تفارقنا أو ننساها، وهو يمكن الموت غيبه، ولكن أغاني دايما رح تكون حاضرة وهو حاضر فيها. هيدي كانت تحية من القلب للفنان الراحل سمير يزبك، بنحبه كتير. في غنية كمان رح نختم فيها، رح تكون هزة محرمتك هزة، كمان أكيد كتار منكم بيحبوها، خلينا نسمعها سوا. جاي من أرض الجود، ياي ياي ياي.
بنكفي معكم عالم الصباح، وحاضر صار معنا بالاستوديو كمان ضيفنا سيزار محمود من منظمي مهرجان شوف لبنان بالباروك، لنحكي أكثر عن مهرجان شوف لبنان بالباروك الفريديس. ولكن قبل ما نعرف تفاصيل أكثر وقد ايه عم يكون في نجاح جدا كبير للمهرجان، حنعمل جولة سريعة بالسينما من بعدها تنضموا لنا لتعرفوا آخر التفاصيل. Feel like we're in good hands on this one. We won't let you down. Sirs. ضمن أفلام الأسبوع فيلم الأكشن War Dogs عن القصة الحقيقية لشابين ربحوا 300 مليون دولار من عقد عملوه مع البنتاغون لتسليح حلفاء أمريكا بأفغانستان، مع مايلز تيلر وجونا هيل. Don't worry, I have to go first. I'm American. Come on, Max, I gotta go. وفيلم الأنيميشن The Secret Life of Pets 3D بنسختين أصلية وفرنسية عن الحياة الهادية اللي عم بيعيشها ماكس وقت اللي صاحبه بيجيب ديوك وهو شريد وبيكرهه ماكس مباشرة، بأصوات نجوم كتار مثل لوي سي كي، كيفن هارت وغيرهم. والفيلم الكوميدي Absolutely Fabulous The Movie عن سيدتين بيجذبوا انتباه الشرطة والإعلام من بعد ما يوقعوا بطريق الخطأ كيت موس بنهر التيمز وبيروحوا يتخبوا بجنوب فرنسا، مع نجمات من الجيل القديم والجيل الجديد مثل جينيفر ساندرز، غوندولين كريستي وكيت موس بأدوارهم الحقيقية وظهور لجوان كولينز. فإذا من السينما بننتقل لمهرجانات لبنان اللي عم تعم كثير من المناطق اللبنانية، ونحن طبعا كثير فخورين فيهم. بدي رحب بسيزار محمود من منظمي مهرجان شوف لبنان بالباروك فيديس، أهلا وسهلا فيك. نحن اليوم رح نحكي عن المهرجان يلي هو لتاني سنة مزبوط. على التوالي، ورح يكون على مدى 3 أيام، اليوم مزبوط. الثالث والأخير صح. نعم، كيف كان أول شيء المهرجان انطلاقه؟ هذا المهرجان بلش ب 26 نعم. 27 اليوم الثالث مزبوط، كان عن جد اي سكسس ستوري، ما كناش موقعين كل هيك نجاح. سبق وطلعنا مع جوزيف، كنا هدفنا نجيب قد ما فينا ناس على هذا المهرجان، نحكي كل لبنانية يطلعوا يشاركوا يشوفوا شو يعني لبنان، شو يعني شوف، شو يعني ضيعة الباروك الفريديس. امبارح كان في عنا كارلوس عزار، ألين لحود، وكان في عنا صديقتنا كان بلسم حليوي غنوا، كان عن جد شيء رائع جدا. ولكن والأهم هو كان أول يوم شيء رائع جدا مع توني كوين. حلو. توني كوين كان مبيضة، ابن الضيعة، ابن الباروك الفريديس اللي كان عم بيقف، كان في نجاح باهر بهذا اليوم. نعم. أجا بحدود 4000 شخص. تاني يوم امبارح كان في عنا مشي بمحمية أرز الشوف، تجمعنا كلنا الساعة شي 5:30 تقريبا، وطلعنا مشينا وكنا موقعين يجي 500-600 شخص، اجا بحدود 1500 شخص. فإذا هو مش بس مهرجان عم كان غنائي، في كمان نشاطات أخرى كانت عم بتكون معه، رح أوصل لهم. بس خليني أعرف تعريف عن الباروك وعن محمية الشوف المحيط الحيوي، هيك بس تعطينا مثل ديفينيشن عنهم. مثل ما كنا كمواطنين لبنانيين بنشوف لبنان بكل ضيعة من لبنان. فبالباروك هي الضيعة اللي بتجمع الأرز، بتجمع رشيد نخلي مؤلف النشيد الوطني، بتجمع نبع الباروك اللي بيسقي تلتان لبنان. ففعلا ضيعة مميزة، وبهيدي الإيفنت اللي نحن عم نفكر كنا نعملها وعملناها وطبقناها ونجحنا فيها. نعم. هاي لوك الإيفنت كان الهدف منا الأول والأساسي أنه نقدر نوصل المسج لكل اللبنانية تشوفوا لبنان بثلاث أيام. حلو. وفعلا نحن بين امبارح واليوم مع عمل اليوم كمان، أول امبارح ومبارح واليوم، قدرنا نوصل هذه المسج الرائعة جدا لكل هالمشاركين اللي طلعوا وفعلا شافوا صورة كتير حلوة بلبنان. طيب لكن نحن بنعرف انه هيدي تاني سنة على التوالي، تاني سنة مزبوط. ويعني كيف لحتى قلتوا بدنا نبلش بالمهرجانات، لانه كان السنوات اللي قبل ما عم بيكون في مهرجانات؟ بلا، كان في عندنا مهرجانات قبل، هو مثل كل الضيعة اللوكال ايفنتس موجودة بكل ضيعة بنلاقيها. نعم. مش بس بالشوف، بكل ضيعة لبنان. ولكن الهدف من هذا الايفنت سميناه شوف لبنان بالباروك، كنا عم بنحاول ننقل تجربة المعارض والايفنتس التقليدية تنعملهم إلى نمط معين حديث، ولكن ضل محافظين على النمط التقليدي. وبالتالي عملنا براند اسمه شوف لبنان بالباروك، اللي هو بنضل محافظين نحن على نفس الكرايتيريا من سنة الماضية. يعني مثل ما بنشوف نفس الايفنت بتكون شبيهة بالايفنت تبع سنة الماضية، نفس الكونسبت تبع الدعايات، بيكون مقسم على يومين او ثلاثة، بيكون عندنا عم نشتغل على الكواليتي تبع المهرجان، كيف ننقل صورة لبنان لكل المجتمع الموجود بلبنان ولكل هالمناطق اللي حوالينا. نعم حلو، عم نشوف اصلا هلا صور، عودة يعني الصور مزبوط.
هودي الصور كانت من تجربة المشوي امبارح بمحمية أرزشوب بغابة أرز الباروك. حلو كتير. كان بحدود 1400-1500 مشارك كانوا عم بيمشوا، كانت مشوي رائعة، كان في بحدود 20 ميوزيشنز موزعين على شي 15 بيت ستوب، كانوا ناس عم بوقفوا حدهم. واو. كان الجو رائع جدا. ليك صور، يعني الصور لوحدها بتحكي. ها شو لكان، نحن فعلا ضد هذه المنطقة واللي بنطلع نحن كل يوم على المحمية، فكنا امبارح عم بنشوف اشياء رائعة جدا. شو حلو، هذه هي المنطقة اللي عملنا فيها المهرجان. حلو كثير. هي الباروك الفريديس. حلو كثير. مين الراعي الرسمي للمهرجان؟ المهرجان هو بالتعاون بين محمية أرز الشوف وبلدية الباروك الفريديس، بالتعاون مع وزارة السياحة أكيد، ومعي الوزير السياحة الأستاذ ميشيل فرعون، كان له كمان دور أساسي كتير كبير بهذا المهرجان. في عنا كمان سبونسرز كتير مهمين كمان، إذا فينا كمان نشكرهم، واللي هن بنك الموارد، البي بي اي سي، شركة لايف انشورنس، شركة ناسلين، بنك بيبلوس، وبنك عودة. حلو. طيب في عنا مثل ما شايفة أنا هون كمان قلنا الميوزيكال ووك، وكمان في عندك مسرح للأطفال. مزبوط، هي اليوم اليوم هو بننهي نحن هذا الفستيفال، رح يكون في عنا بايك شو، رح يكون في عنا لوكال تالنتس من الباروك ومن ضيع اللي مجاوري بالباروك الفريديز، رح يكون في عنا آخر شيء ميني استوديو، واللي هي أكيد مش رح ننسى نحن الأولاد الأطفال أكيد، فعلا كانوا مبسوطين من أول يوم ولازم كمان يكونوا مبسوطين باخر يوم كثير، فراح يكون في من استوديو اليوم، وكان موقعين مشاركه تكون بالالف. طب قد ايه مهم عم يكون هالمهرجانات خاصه لمنطقه الباروك؟ صح، يعني الهدف الاول والاساسي من هذا المهرجان هو تنشيط الحركه الاقتصاديه بالباروك وبالمناطق المجاوره بالشوف بشكل اوسع. يمكن اذا ما كان في هالمهرجانات او بالنهايه في ضياع كثير حلوه، وبلبنان كله في مناطق جدا خارج الواحد يروح يزورها، مناطق سياحيه ريفيه بامتياز. يمكن انتم اهالي المنطقه اللي مسؤولين انه تقدروا تستقطبوا الناس بهذه الايفنتات او بهالنشاطات، فقد ايه مهم بالنسبه لكم؟ وهل عم يكون كمان على مدار السنه في نشاطات اخرى كمان ان كان بالشتويه كمان مش بس بالصيفيه؟ فعلا هي الباروك مصنفه في منطقه سياحيه وموجوده على خريطه السياحه والسياحه البيئيه بشكل خاص، وبالتالي بفوت نحن على الباروك بالمئات الالاف على مدار السنه، مش بس بالصيفيه بتكون نجاح باهر، ولكن كنعطي اكزامبل محميه أرز الشوب فات سنه الماضيه 72,000 شخص، هودي بغض النظر عن المهرجان اللي عم بفوت 20-30-40,000 شخص على ضيعة الباروك، ففعلا بنلاقي نحن هيدي الناس موجودة بشكل كتير كبير بمنطقة الباروك الفريديس، بنبع الباروك، بالمطاعم، بالمقاهي، ببيوت الضيافة، بالدرب الوطني اللي افتتحناه جديد. بيوت الضيافه يعني دائما هي بتزيد نكهه جدا رائعه، وعلى كل حال انه صارت كثير مشهوره او عم بتكون الترند اذا بدك مؤخرا. مزبوط. فكره انه يكون في بيت ضيافه على وقت عم نطلع، ما بدنا نطلع اوتيلات شو لك معودين، بدك يعني تروح تعيش الحياه التقليديه او تشوف بقلب البيت الضيعه شو بيكون فيه موجود، شو الاكل اللي بياكلوه، شو كيف بيعيشوا. نحن اولاد الضيافه، اولاد الباروك الفريديس، بلاش نفتقد هيدي المواضيع، فبيت الضيافه هو اللي بيعطيك الصوره النموذجيه التقليديه عن الحياه القديمه اللي كنا نعيشها من زمان، كنا عايشوها جدودنا. نعم. واللي هي عم نحاول قد ما فينا نرجع نوصلها للاجيال الجديده من اعماري وطلوح. اكيد. طيب ليه اخترتوا تكون الحفلات مجانيه؟ مجانيه، نحن معودين موصوفين بالكرم اولاد الباروك الفريديس، فاهلا وسهلا بكل اللبنانيه، بكل اللي شاركوا، وبندعي كمان اليوم يكون في عدد مثل الايام اللي سبقت، لان فعلا كانت سكسس ستوري بهوديك اليومين اللي مرقوا مع توني كيوين، مع كارلوس عزار، مع الين لحود، مع كل اللوكال تالنتس اللي غنوا. واليوم كمان مع لوكال تالنتس مع مين ستوديو، راح يكون اكيد نهار وليله رائعه جدا. اكيد ما في شك. طيب على اي اساس اخترتوا الفنانين عم تنقوا انه هو الفنانين يكونوا عم يحيوا الحفلات؟ اول شيء توني كيوين مثل ما قلنا ابن الباروك الفريديس، من اهل البيت، معودين عليه طبعا، وبشرفنا انه يكون موجود بهيك ايفنتات. كارلوس عزار وقالين لحود كانوا عم بغنوا كبار من لبنان، واللي هي الصوره اللي بتتلائم مع او بتتشابه مع صوره الباروك. صحيح. وبالتالي الخيار كان بمحله، وكانت سهره ناجحه جدا. حلو كثير. طب بس تكونوا انتم عم تحضروا للمهرجان، مهرجان الباروك، بتكونوا براسكم
انه عم تعرفوا لانه في مهرجانات عم بتعم مناطق مختلفه من لبنان، انه عم بيكون تنافسوا هول المناطق ولا الكرايتيريا اللي عم تمشوا عليها او الخريطه اللي عم تمشوا عليها معك حق مختلفه؟ معك حق. نحن بموضوع السياحه بنكمل بعض بلبنان، كنا عم نحكي موضوع السياحه البيئيه ولا السياحه التراثيه ولا الثقافيه ولا الدينيه، اللي هي الدينيه كمان صارت سياحه طبعا جديده متعرف عليها عن جديد. والاهم من كله انه نحن عم نعمل هاللوكال ايفنتس، مزبوط هي لوكال ايفنت عم بتجيب يمكن 20 و30 و50 الف زائر، ولكن ما بدنا ننسى اهميتها الاقتصاديه اللي عم بتكون موزعه على كل الناس الموجوده بهيدي الضيعه. يعني المره اللي قاعده ببيتها عم تعمل الخبز الساج، اللي عم تعمل اللبنه، اللي عم تعمل الجبنه، عم تقدر تبيعهم. هو الحلو بالمشروع والمشوار انك تطلع تتعرف على المنتوجات المحليه للمنطقه. هو المين تايتل كان معرض الموني والحرف اليدويه، كان مين تايتل لهيدا المهرجان اللي في عنا بحدود ال 50 عارض، من بيناتهم شي 20 منتج محلي اللي عم بيقدروا ينتجوا ويبيعوا بضاعتهم. وهذا الاهم واللي شفته امبارح انه فعلا كانوا كلهم فلين مبسوطين انه شو هالشغل الحلو، انه قدرنا نبيع مبسوطين. برافو. طيب الاشخاص اللي عم يجوا عم يتوافدوا على المهرجانات، هل هن اشخاص فقط من قلب المنطقه من قلب الضيعه او الجوار، او كمان عم يجوا من مناطق بعيده كمان ليتعرفوا على الباروك ويكون او من يمكن اولى زيارات لهم؟ مضبوط، باروك هي منطقة أغلبية اللبنانيين صاروا زايرينها. وبنفس الوقت امبارح تفاجأنا إنه ناس جايين من طرابلس، ناس جايين من صيدا، ناس جايين من الجنوب، من البقاع، من آخر الدنيا جايين على الباروك عم بيقولوا وصلنا بس كيف بدنا نفل. ففعلا كنا عم نأمن لهم بيوت الضيافة، كنا عم نأمن لهم الأوتيلات، وكتار منهم بقوا بعدهم باقيين لليوم تيكملوا سهرتهم معنا. يعني اللي بيطلع من اول يوم بيعلق مش عم خلي لاخر. شو لكن؟ شو لكن؟ يعني لازم تفكروا السنه الجايه يكون اكثر من 3 ايام. هلا بلشت تخططوا ولا بعد بكير؟ يلا جمعه الجايه رح نبلش، لانه هو مثل كل سنه بيكون في شيء جديد ومميز، يعني دائما بتشوفوا كيف تكون الحركه ودائما بيكون في افكار جديده بترجعوا بتزيدوها على مهرجان الجديد. صح. فاكيد. والشباب كيف عم بيكون في انخراط؟ الشباب والصبايا كل الاتكال عليهم فعلا. نعم. يعني انا ورفاقي وكل هالفولونتيرز الموجودين، والحلو انه في ناس متطوعين، يعني لانه يعني اصلا هو المهرجان عم بيكون مجاني. يعني المتطوعين هن الاتكال الاساسي على المتطوعين تبع الباروك الفراديس محميه ارض الشوف، ولكن المتطوعين كمان مش بس من الباروك الفراديس، عم بيكونوا من مختلف الضياع. حلو. عم بيجوا يساعدوا، مثل امبارح اجوا من مختلف الضياع مجاوري بالمحميه بالمحيط الحيوي تبع المحميه، وكنا كلنا ايد واحده عم نشتغل وكانت رائعه جدا النجاح. حلو كثير، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. بالنهايه نحن دائما بننبسط بس يكون في هالنشاطات وهالحفلات وهالمهرجانات، كيف اذا كانت كمان مجانيه، يعني عم تقول لكل اللبنانيه انه تفضلوا. تفضل بدك تقول شيء. في عندنا شركه ايس اللي هي كانت اللي طالعه بهيدي الفكره الرائعه جدا من اي تو زد. حلو. بمديرها جوني فينيانوس، فكانت عن جد اي سكسس ستوري، كل الشكر والتقدير لكم. يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله دائما بيكون سكسس ستوري ونجاح من نجاح لنجاح اكبر. رح نتوقف مع فاصل، من بعدها بنكفي عالم الصباح. كافيين معكم عالم الصباح، وهلا وصلنا لفقره 1 2 3 4 5. لا 1 2 3 عم بمزح يعني. تفضلوا. جاي هضامتي اشرح. لا كثير سوا ولو بوجودك بس حبيبتي. شوفك منطلق على الحياه. انا بحس انطلقت حياتي. بونجور. بونجور. كيفنا؟ منيحة. انت؟ الأخبار؟ الحمد لله. الحمد لله. صباح الخير كمان لكل المشاهدين رولا، ولضيفي كمان ربيع أبو جابر. كيفك؟ ماشي الحال. جود لايف فتنس. جود لايف فتنس أكيد، يعني مش أول مرة بيطلعوا معنا ترينرز من جود لايف فتنس. برجع بذكر إنه هالجيم يلي بيفتح 24/7 بس ما بيخبر. 24/7 دائما. الكونسبت طبعا الكندي اللي جاي على لبنان. رولا ما في حجه للعالم باي وقت في 24/24 ويتمرنوا. نعم. اليوم الحلقه رولا رح نحكي عن سبورت، عن كل شيء خصو بالغذاء والتغذيه بالرياضه. كل العالم يلي بيعملوا سبور
واللي حتى عبالهم محمسين يعملوا سبور، كيف لازم ياكلوا، شو لازم ياكلوا السبلمنتس، شو 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 اللي بيفيد شو اللي بيضر. ما حنحكي عن الستيرويدز، حنحكي عن كثير اخبار مع ربيع. ربيع، عاده العالم يلي ببلش تعمل سبور او بدها تخفف وزن او تفوت بهاللايف ستايل دغري بتقول بدها توقف اكل، دغري بتفكر انه هي لازم تخفف اكل او توقف اكل مزبوط. او تقطع شيء معين. مزبوط. شو هذا الشيء؟ هذا الشيء غلط اكيد. ما بس واحد، ما في واحد يوقف اكل لانه بس يوقف اكل بصير عنده ديفيشنسي، بصير عنده نقص فيتامينز، ما بيعود يقدر يعمل سبور. اكيد ما بيعود يقدر يعمل شيء. سو اهم شيء اذا بده يعمل سبور بهمه يضعف او بهمه ياخذ ماسلز اكثر، بده يعمل ريجولر ميلز، بده ياخذ يكون عم ياخذ كل نيوتريينتس والفيتامينز والانرجي من هيدي من الاكل كرمال يقدر يتمرن، يقدر ياخذ طاقه كرمال والنس كمان. صح. اهم شيء الواحد لازم يتغذى منه. يعني انت كيف تنصح مثلا الوجبات تكون؟ الانسان العادي بياكل 3 وجبات بالنهار. انا بعرف العالم اللي بتعمل سبور العادي بياكل 3 وجبات بالنهار، الانسان العادي الطبيعي 5 طبيعي عم بحكي طبيعي سناكس يوجوالي. الانسان العادي بياكل انه حيالله واحد 3 و2 سناكس، بينما بيجوا بيعملوا سبورت بيجوا على الجيم بيتاثروا بالاثليتس اللي بيشوفوهم البادي بيلدرز والاثليتس على التي في، بيصيروا بدهم يعملوا 6 او 7 سمول ميلز وبيجوا بيحطوا تابروارات وبيحطوا اكل واساس وكل. أنا بقول ما في داعي، هذا شيء مش غلط بس ما في داعي كله هالقصص، كله انه بتعذبوا على الفاضي. واهم شيء انه اذا بيعملوا 3 مين ميلز و 2 سناكس بيناتهم هذا كثير هيلثي وانف لهم. في قصص ممنوعه ناكلها؟ يعني في قصص في شيء هلا ككومبتيتيف اثليتس بصير في اشياء بدهم يمنعون يوقفون كليا، بس اذا ريجولر بيبول عم بيروحوا على الجيم، جيم جوورز بيجوا بيتمرنوا نص ساعه ثلاث ارباع الساعه ماكسيموم بالنهار، مش ما بدهم الريزلتس يوصلوا للاثليتس او للبادي بيلدرز اليوجوالي اون تي في. سو في اشياء مفروض نخففها يعني، او قد ما فينا نخففها بيكون احسن، مثل الاشياء الفرايز، الحلويات، المقالي، بس مش نقطع الدهون. لا اكيد مش نقطعك، حتى هاي الاشياء فيها فيتامينز ونيوترينتس. بس القلي عم نحكي قلي، عم نحكي بطاطا مقليه. القلي اكيد هيدي الاشياء فيها نقطعها، بس ايه؟ يفضل كمان نستعمل الزيت كني مش نقلي على النار، او زيت زيتون. بس في ناس كثير اللي بيروحوا على الجيم بيقطعوا الفاتس مثلا، كاتشي فيه زيوت ودهون وهالاشياء، سو شو بصير؟ بصير عندهم فيتامين ديفيشنسي لانه بالفاتس او بالدهون موجود اهم انواع الفيتامينز A والدي والاي والكي. سو بس يقطعوا هول بصير عندهم فيتامين ديفيشنسي وعندهم كثير مشاكل بعدها، هن ما بيعرفوا هالشيء. هيدا كثير مهم. الفاتس اقل شيء البروبورشنز بالنهار بده يكون شيء 20-30%. طب ربيع، في ناس بيوصلوا لمطرح بيكونوا عم يعملوا سبور كثير منيح، ماشيين على نظام معين، حتى على نظام غذائي معين، بس بيعملوا جسمهم بلوكاج، خلص ببطلوا لا يقدروا يضعفوا يخسروا من وزنهم، بيبقوا مطرح ما هن. كل ما واحد يخفف كالوريز بده يخف وزن الجسم، بده يخف انرجي بده اياها، بده يخف ثيرميك افكت اوف فود، يعني بس ياكل الفود ليعمل له دايجستشن بيطلع هيت، كل هالاشياء كل العمليات بتخف. اوكي سو بده يصير اكثر هو يزيد سبور ويخفف الاكل، سو بتصير اصعب عليه الشغله. اها بس انه هيدي في عاده بتقول انه انا خلص عمل جسمي بلوكاج ما بقى، يعني بينسوا الموضوع وخلص ما بقى اذا بدك بيهتموا له. يعني الحل شو يكون؟ كثروا سبور. ايه الحل اكيد يكثروا سبور، بس هذا بلوكاج بيكون على فتره صغيره. اوكي يعني نحن كدايتيشنز بنعطي انه بعد بده يخسر 10% من شهر لست اشهر، 10% من وزنه. هلا الناس يوجوالي بيجوا بيخسروا اكثر من 10% او بيوصلوا اكثر، يعني بيوصلوا دغري لل 10%. سو اجباري هي معروفه انه بس يوصل لل 10% بتصير اصعب. سو بده يعطي وقت اكثر الشخص، ما في انه واحد وزنه 150 كيلو بصير 100 كيلو بده يرجع ينزل كمان من ال 75 كيلو، كثير انه صار اوفر هيك، عم بيخسر كثير برسنتج من جسمه، فالجسم اجباري بده يعمل ريجوليشن. طيب اذا بدنا نحكي شوي عن السبلمنتس، عم نحكي عندنا صار عندنا يعني مجموعه كثير كبيره من السبلمنتس بيجوك مثلا لعندنا، بدهم سي ال اي، بدهم يوم بين هيدي عشبي، بدهم جرين بينز، جرين تي. اول شيء خلينا نسال سؤال، هولي
يعني هول السابلمنتس حقيقيين؟ ايه اكيد فيهم عن جد يفيدوا الجسم او فيهم ياذوا عن جد الجسم او في مواد بركه في اشياء ناتشورال مضافه عليهم؟ صح 100% في اشياء كثير بيضيفوها عليهم، في اشياء ناتشورال كثير انه جرين بينز او جرين تي اكستراكت او هالاشياء، هول الاشياء بيساعدوا بيساعدوا ليحرقوا بس برسنتج كثير خفيف، بيفكروا انه بس في كثير ناس بيفكروا انه بس ياخذوهم بصيروا دغري يسارعوا عملية الحرق. في اشياء دينجرس مثل مثل في هيربز مثل يوم بين وهالاشياء بيعملوا ريجوليشن بيأثروا على الدماغ وبيأثروا على كل الجسم سو هول في اشياء دينجرس حتى بالبروتين سبلمنتس فور اكزامبل بروتينز في ستاديز انعملت عليهم انه بين فيهم ستيرويدز حتى ايه في كثير ناس بتكون هي ضد مفهوم السبلمنتس يعني حتى البروتين العادي بين انه في ستاديز انعملت انه بين فيهم ستيرويدز كرمال هيك عم ياخذوا ناس طب الجسم بيقدر يتقطع وياخذ الشيب يلي العالم بتحلم فيه بلا ما يكون في هول السبلمنتس اكيد هون مثل ما كنا عم نحكي بده ياخذ وقت اكثر مش انه بده ينزل من 150 كيلو ل 100 كيلو فجاه مع الوقت بيتقطع الجسم ما عم نحكي على جسم يكون ناصح او يكون عنده وزن كثير زايد عم نحكي حدا عادي نورمال وقتها بصير لانه كثير هيدي الترند السبلمنتس ويا لطيف بيوصل لمرحله بس مش مثل ما بتشوف بالميديا، الميديا كثير عم بيعملوا لنا هلا بالميديا انستغرام وفيسبوك في هول كثير اثلتس ببينوا عندهم شيب كثير كثير يعني اوفر اكثر شيء كثير بلاستيك سيرجري دادير وقصص وكله بحطوا بلاستيك سيرجريز يعني 80% منهم بلاستيك سيرجريز او بيكونوا عم بيستعملوا هرمونز او واكيد مع دايت وهالاشياء هول بهالسبب بخليهم يعطوا شيب كثير بس ربيع في شغله انه يعني شئنا ام ابينا السبلمنتس بتنباع وكل العالم بالجيم انا بعرف بتركض لتاخذ السبلمنتس ولتاخذ اخبار بروتينات اكزاكتلي ما في مهرب من هيدا الشيء، يعني هل فينا نقول انه في مثلا لكل انسان السبلمنت المناسب له في شيء في سبلمنتس لا مفروض ناخذها لتحسن جسمنا، في سبلمنتس لا لازم نبعد عنها كليا او هذه وورد اوف ماوث ما في سبلمنتس لحيلا شخص مثلا في منهم بيجوا بدهم يضعفوا بيعطوهم في ترينرز بيعطوهم بروتين سبلمنتس ما مش مفروض ينعطى بروتين سبلمنتس انه عادي بياخذوا هن اوريدي بيكونوا عم بياخذوا انف بروتينز من الاكل سو بيعطوهم كمان زياده بروتين سبلمنتس سو صارت هاي الزياده ككالوريز سو صعب صاروا يضعفوا هلا انا في كثير ناس بيجوا لعندي بيكون بدهم ينصحوا مثلا ما بنصحهم ببروتين سبلمنتس بقول لهم خذوا ميلك باودر عادي ملك زيرو ملك العادي اللي بنشربه كله قول لهم حطوهم بدل هيدا حسبوا حالكم عم تاخذوا بروتين باودر اوكي حليب عادي بودره ايه اوكي بحطوا هن سكوبس كمان بحطوا نفس الكميه والريزلتس بيكونوا تقريبا بيكونوا نفس الريزلتس تبع البروتين باودر صارت هي انه شغله سايكولوجيكال كل شيء صار بدهم بروتين باودر سو انا بعطيهم ميلك باودر اشياء ناتشورال اصلا في جيمات هي بتعمل هي بتعمل خلطات بقلب الجيم وبتبيع للكلاينتس تبعها بحطوا بروتين باودرز وبري ورك اوت و فواكه واشياء وهيك بتحس البنات اكثر بتركض لهذا الموضوع او الشباب؟ لا الشباب اكثر شيء كبروتين باودر لا بس قولها هلا لانه كمان كثير صاروا البنات باخر فتره عم يهتموا بموضوع جسمهم وموضوع انه يكونوا فت بس ما بتشوفي هالنفخ مثل ما بتشوفي عند الشباب هلا لانه يمكن هرمونات الشاب بفتكر اكيد الهرمونات بيعطيهم اكثر سايز وهو البادي بيلدينغ هلا في تريننج كثير اكثر شيء البادي بيلدينغ تريننج هو اللي بيعطي سايز يعني اكثر شيء بتكون بامب كل الماسلز تايب اوف بادي بيلدينغ تريننج بيعطي بامب سو كرمال هيك بتشوفوا كثير بيبقوا منفخين وهيك سهل نميز بين الشخص اللي بياخذ في ناس ناتشورال هن عندهم اوريدي جسمهم بيكون ضعيف عندهم هاي ماسل بيرسنتج لو فات
هو الناس ناتشرال يعني مرات ما فينا منفكر انه هن بياخذوا شيء بس ان جنرال فينا في بس بالتست بعتقد التست اللي بينعمل بلود تست اكيد بينعرفوا اذا عم ياخذوا ستيرويدز بالفتره المعينه بس اذا بيوقفوها وبعد فتره طويله ما بينعرف ما بقى بينعرف هلا في دومين كثير مش عن جين دوبينج اسمه او هي يعتبر جين ثيرابي علاج بالجيناتكس بحطوا للاثليتس سم كايند اوف جينز ليعطيه مور ماسلز او لس فات او بصير عنده انديورنس هاي كمان هذا هلا ما موجود هون لبنان بس برا بكره بصير عندنا نعمل ريسيرش كان عم ينعمل ريسيرش على المايس وعلى المونكيز كرمال يعالجوا سيرتن ديزيز ف فالبيبول الاثليتس والكوتشز عملوا كونتاكت مع هول الساينتست كرمال ياخذوا هن هالشيء سو هاي الطريقه انه بصيروا يحطوا الدي ان اي تبع في عنا دي ان اي نحن بتصير تزيد المسل عنا يعني الجسم بيعملها ريجوليشن هو طبيعي سو بحطوا هالدي ان اي من خلال فيروس او من خلال سال تبع جسمنا بحطوها بجسم سو بصير الجسم هو وحده يعمل طب بليز يعني وين صرنا انه هلا هول كثير شيء طبيعي اكيد هول اوبسست عم تزيد يعني شيء على جسمك اللي عم تجيب بطل شيء ناتشورال من طبيعه الجسم هول اكيد لكومبيتيشن مش الناس العاديات يعني اثليتس بيكونوا هاي ليفل اوبسست لانه هلا عم نشوف مثلا على انستغرام وعم نشوف على فيسبوك وبرا في ناس يعني اذا من قرينا بقبل بوقت من شي 10 15 سنه كانوا كمان يستعملوا ستيرويدز وهيك ولا كانوا يوصلوا لهالريزلتس اللي هلا عم يوصلوا لها كمنشفين شريين ماسل فايبرز بتلاقيهم انه الفايبرز كلها تبع ماسل بس صار في عالم ديفورمي يعني شكلهم منه ظابط ابدا لا يعني الابر بادي ما خصوا باللور بادي هو هم بيلاقوا حلو شغالين على الموضوع وحتى في ناس عم تروح اوفر دوز بموضوع الستيرويد او بغيره انه قد ما بياخذوا ما بيكون في يعني ما بيكون في توعيه مضبوطه فكمان الواحد تخلص بيكون ميت في كثير ناس بعرفهم انا اخذوا اوفر دوز صار عندهم شلل وصار عندهم مشاكل كثير من وراء الستيرويدز وفي كتير ناس بيفوتوا على المستشفى بيكونوا عم بيخلطوا انواع بيكونوا عم بياخذوا ستيرويدز جروس هرمون انسولين كتير خطير بس يحطوه بيوطي الشوجر بالدم سو بيعمل برين شوك بصير عنده دغري بغيب عن الوعي الشخص سو في كتير ناس فاتوا على المستشفى وصار عنده مشاكل شلل وهيك اشياء من ورا ستيرويدز يعني احنا اليوم اللي عم نجرب نحاول نقوله انه لازم الواحد دائما ما ياخذ من عنده مش انه اذا راح شاف قرا على جوجل او ما بعرف وات ايفر حدا قال له من اصحابه او كذا يروح يشتري ويبلش أكيد. يستعمل من ذوقه لازم دائما يسال البي تي تبعه او حدا على القليله عنده خبره بهذا الموضوع لانه عن جد عم نشوف اجسام مصايب بهالفتره اكيد لازم يقرا واحد عن السايد افكتس حتى هو لو سالوا الكوتشز وهيك تبعهم في كثير كوتشز هن عادي عندهم مشكله نورمال شغله عاديه يعني بيعطوا ستيرويدز وكل شيء لازم يقرا يشوف السايد افكتس وما اول شغله هي لازم توعي انه ما يتاثر كثير بالميديا واحد كله أيه بس يتاثر بالميديا بده بيشوف واحد هيك كثير جسمه حلو وهيدا بصير بده يوصل مثله عندنا اجسام حلوه ربيع كان شباب او بنات منهم يعني يكونوا ناتورال منهم اخذين شيء ابدا اكيد بنلاقي صح اكيد في كثير قلت لك قبل انه في ناس هن اوريدي طبيعتهم بودي بيلدينج تبعهم هن الجيناتكس تبعهم انه عندهم لو فاتس وجود ماسلز وبس يتمرنوا شوي حتى بصيروا احسن سو في ناس موجودين عندهم لايف ستايل بركي بتساعدهم كمان هي اللايف ستايل بتحسن لهم بس هن اوريدي بيكون جيناتكس جسمهم انه عندهم هاير ماسلز وهي كل واحد حسب جيناتكس في ناس مثلا صح في ناس كثير ضعاف جيناتكس تبعهم بيكونوا كثير ضعاف بس هن اكيد باللايف ستايل بغيروا بيعملوا شيب اكثر يمكن مشادد اكيد بينصحوا بيضعفوا بيعملوا بدهم اياه صحيح طب ربيع كمان يعني حابين نستفيد من خبرتك اكثر بعد تعطي تبس اكثر للعالم رح نرجع شوي لموضوع الاكل فهمنا انه ستيرويد سبلمنتس هالاخبار هيدي منا كثير محبذه او اذا ناس بتحبها المفروض تاخذها تكون عارفه كيف بدها تاخذها وتسال وهيك وجبات الاكل مثلا في ناس بتكون
بتنزل تكون بعد شيء اكله ويلا بتنزل على الجيم، او مثلا بعد الجيم قد ايه لازم تاكل، شو القصص يلي لازم تاكلها على المضبوط. اهم شيء هلا بعد التريننج اذا عم بحكي كاثليتس في بروبورشنز جرامز للبادي ويتس، يعني كل بدي ياخذ بعد التريننج فور اكزامبل 2.5 جرامز كربوهيدرات او نشويات لكل كيلو من جسمه. هيك كومبتيتيف اثليتس هي بتصير بيور سبورتس نيوتريشن. بس هلا كنورمال اللي بيروح على الجيم نص ساعه ساعه اربع خمس ايام بالجمعه ما لازم يفوتوا كثير ديتيلز بالاشياء، ما كثير يعني بتغير، ما كثير بتاثر او بتفيدهم. اهم شيء ياكلوا بعد السبور يركزوا كربوهيدرات او نشويات، يكون الميل تبعهم فيها شيء 100 ل 150 جرام نشويات، فيهم ياخذوها من البطاطا من الرز مع شوية بروتينز النشويات بتساعد. قبل التريننج فيهم ياخدوا اشياء كمان كربوهيدرات كرمال يقدر يعطيهم انرجي ديورينج هيدا التريننج. لا هو منيحة قبل هيدا الكوفي؟ الكافي ما بتأثر، الكافي لتصير ارجوجينيك او لتعطي انرجي لازم ياخدها واحد 6.5 ملي جرام بير كيلو جرام بير بادي ويت، يعني هلا عم بحكي يعني عم بياخذ لازم واحد ياخذ قبل التريننج شي اربع كابس بيج كابس اوكي كرمال قبل بشي ساعه كرمال تصير يعطيه انرجي اكثر، مش انه اذا اخذ واحد اسبريسو اذا اخذ هيدا بيعطيه انرجي. هاي شغله هي سايكولوجي سو بياخذوا بفكروا انه صار عندهم انرجي. كل القصه نفسيا انا شايفه كنت هيك شكله انا عم بتضحكوا علي مش شبه كوب اوف كوفي وبتشوفي كيف بتقلعي بصير انا يلا بس كله على السريع مفكره انه هو النشاط اللي عم حتى البري ورك اوت في قصص بري ورك اوتس فيها نيتريك اوكسيد او شيء بياخذوها بفكروا انه بتعطيهم انرجي، بس هن سايكولوجي يعني في منهم بصيروا يتمرنوا اكثر. واو حلو يعني بدنا نشكرك عن جد ربيع، ما حسينا بالوقت هيدي هي استفدنا منك، استفدنا من التبس تبعك اكيد، وثانك يو لك ولكل فريق عمل جود لايف فتنس ورولا. ودائما بجود لايف فتنس كمان في ناس تتابع يمكن لكل شخص حسب الكا تبعه او قد ايه بده يمكن يخسر وزن بقد ايه وقت يمكن كمان بده يروح يحطوا له بيرسونال ترينرز عندنا نحن بنكون موجودين عاده بعنا الرماني اذا حدا بحب هيدا اكيد كل كيس بيجوا من من بنهتم فيها بنتابعها بنشوف اول شيء شو عندهم بروبلمز قبل ما نعطيهم هيدا، في منهم عندهم بيكون انجريز باجريهم او بظهرهم او عندهم شيء بالقلب مشاكل ما بنعطيهم هيك بنتابعهم بنعطيهم دايت واكيد بنعطيهم تريننج حسب شو الجول تبعهم. عين الرماني وبالزلق انتم كمان بالزلق او بعلايت في ثلاث فروع وبنذكر انه الكل ب 24 على 24 ساعه صح فاتحين، واذا حدا بحب كمان يسالني اسئله او شيء بكون كثير مبسوط فيه عمل لي فولو على ماي بيج نيوتريشن فور اول. اكيد صار على الهواء على الهواء خلص مش الحق. ثانك يو سو ماتش يعطيك الف عافيه. ثانك يو لك هبه. ثانك يو رولا. باردون نهيتها غلط. ثانك يو رولا نهيتها غلط. سمعتوا شو قالت؟ للي ما سمع عيطت لي هبه. اوكي بس للي ما سمع ثانك يو رولا. بنرجع بنشوفك نحن الاسبوع الجاي نهار الاحد. اوكي نتوقف مع بريك وبعدها بنكفي عالم الصباح. بنكفي معكم عالم الصباح الصباح وبنتكل على المطبخ مع فاش شيف عبد الله بديع. صدقوني ما ماشي الحال. طيب وقفنا اول وقفه حضرنا فيها ورجيتكم انه نحن عم نعمل الكيك، شرحنا عن الترويقه اللي عملناها اعاده تدوير، حكينا عن الكيك وحكينا عن الهيطليه ورجيتكم اياها بقلب البراد. هلا عندي من الكريمه على النار، حاجي اضيف فوقها من الشوكولا بهيدي الطريقه. بحراره الكريمه بنجرب ندوب الشوكولا لنحصل على شوكولا او على صلصه الشوكولا اللي بدنا نقدمها مع الكيك اللي خبزناه. الكيك اللي خبزناه قلنا حطينا بقلبه من الفواكه المجففه واكيد حنيجي نفرم نحن وياكم الفواكه. بس بهالوقت لنكسب شوي عنا
للهيطلية، حطينا من الحليب مع السكر مع المسكة. هلا عندي النشا، حضيف له المي وحضيف له المزهر، واجي نخلط هيدا الخليط بهيدي الطريقة. مندوب النشا بالمي مع المزهر، وبنجي منضيفهم فوق الحليب السخن مع السكر والمسكة. هيدا الخليط بده تلت ساعة على النار، حنجي نطفي تحته لنرجع نكمل أنا وياكم التحضيرات اللي عنا. حتى هيدي الملعقة منشيلها، نستعين بشريط الخفق ومندوب الشوكولا اللي عنا. هيدا الشوكولا اللي عنا مع شو بدنا نستعمله أو كيف بدنا نقدمه؟ مذكرين عملنا القالب أنا وياكم، أو بعد ما عملناه نحن وياكم، هلأ بنعمله بختام عالمنا الصباحي. عنا هيدا القالب صار جاهز، عم ضحكي ماشي. هذا القالب شو حنجي نعمل؟ حنجي نقلبه بهالطريقة، ومنجي نحطه بميلة التقديم، ومناخد من هالكاسة وصوص الشوكولا اللي عنا وناخد شوي من الشوكولا كمان بهالطريقة، منسق القالب اللي عنا. عجبتك الفكرة يا أشرف؟ نرجع كمان حنجيب عنا من المبرشة، حنبرش شوي من الشوكولا الأبيض، وناخد هالشوكولا الأبيض كذلك الأمر بهيدي الطريقة. هيك بنكون قدمنا القالب. أكيد بدنا نرجع نعمله نحن وإنتو بالتفاصيل. الهيطلية على النار عندي صارت، شقفة الشوكولا نرجع نستعملها. نجي لخبرية الفواكه، قلنا حنستعمل عنا من الكرامبري، عنا من الكرز، وأكيد من الزبيب. حأجي أضيف فوقهم شوي من الدراق المجفف، المشمش المجفف، الكيوي كذلك الأمر، والأناناس، وعنا من البوملي أو إذا بدكم من الحمضيات كمان المجففة. هيك بتكسر عنا الطعمة وبصير عنا مزيج ألوان بقلب الكيك اللي عنا. نجي منحط فوقهم، منرجع الكيوي بهيدي الطريقة. لكن صار عنا مزيج هالفواكه المجففة الرائع. حنستعمل مثل ما قلنا البيض، حنستعمل السكر، برش الليمون، عنا من البيض بيكنج باودر، فانيلا، من الزيت واللبن. لكن ما حطينا زبدة، اوكي، حطينا من حليب، حطينا من اللبن ليعطينا شوية طراوي للكيك. وهذا الكيك بده يفوت على الفرن على درجة حرارة 180 لفترة ربع ساعة. اول شيء بنحطها من حرارة تحتينية، ورجع ربع ساعة حرارة من جهة فوق. هيك لكن بنكون ورجيناكم وين صرنا بتحضيراتنا. هلا كلنا عم نرجع لعند رولا. بعد معي دقيقتين. ايه اوكي. لكن بلا ما نرجع لعند رولا نجي لعنا نرجع. لا ما بدنا، صار بس صار في صوص شوكولا بدك ترجعي لعنا. هيك قلت حنقلك شوي من شقف الليمون. طالما انا حاطط بقلب الكيك اللي عندي من برش الليمون هيدي الطريقة، نجي الليمونة اللي برشناها حتى ما تروح دعان بنكمل فيها بهيدي الطريقة.
لكن بس نرجع لختام عالمنا الصباحي، بدنا نعمل هيدا الكيك، بدنا نضيف او نعمل الهيطليه ونقدم الهيطليه، واكيد بدنا نشوف كيف بدنا نستعمل او ندمج الموز مع العسل مع الهيطليه اللي عندنا. لكن شفتوا كيف ضفنا فواكه مجففه، ضفنا من الشوكولا، واكيد اعطينا شويه الوان للطبق اللي عندنا. اكيد نص الليمونه بتضل عندنا نرجع نستعملها. بهالوقت انا شو حاعمل؟ حننظف شوي مقابلنا، نجي منكسر البيض ومنبلش بدنا شغل على المكنه فتره تقريبا شي 10 دقائق لياخد الكيك بعده. ومثل ما قلنا نص ساعه بالفرن، والهيطاليه صارت 60% على النار جاهزه. حناخد هلا مزبوط نرجع لعند رولا وبرجع بشوفكم. مضطرين نرجع لعند رولا، شو بدكم للاسف يعني شو بدكم تعملوا؟ انا يعني اجيتكم بفهمكم، يعني عم بتعانوا عم يعني شيلوا المحطه الغوه يعني انسفوها للمحطه. قد ايه بقى قلت لي بقى 60% عملتها للهيطاليه؟ قد ايه بعد بدها؟ 40%. قد ايه تعطيني اياها؟ قد ايه وقت؟ بربع ساعه بقدر. بالعكس كل الوقت كل الوقت كله ماشي، حناخذ بريك كلهم هون محسوبين من ربع ساعه بريك. كافيين معكم عالم الصباح، وصارت حاضره معنا كمان ضيفتنا بالاستوديو لنحكي اكثر عن مركز سرطان الاطفال بلبنان، ايا صوفيا خير الله. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك رولا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. انت معنا لحتى نحكي عن النشاطات اللي طيب طبعا سنويه كل سنه في لمتابعه والاهتمام اكثر بمركز سرطان الاطفال، بتخصصوا له نشاطات معينه خلال او على مدار السنه. بالصيف في حصه كمان كبيره ل النشاطات طبعا. وقبل ما ندخل اكثر تفاصيل خلينا نعرف هيك باختصار مفيد عن المركز، قد ايه بيغطي يمكن من حالات المصابين بمرض السرطان، و مثل ما انت بدك تخبرينا عنه. مثل ما الكسل يعرف، مركز سرطان الاطفال هو مركز اقليمي رائد بمعالجه الاطفال المصابين بالسرطان. من عام 2002 لهلا صار المركز معالج اكثر من 1200 طفل من دون اي كلفه على اهلهم. سنويا بيعالج المركز حوالي 300 طفل نستقبل، ومثل ما الكل صار يعرف التكلفه تقريبا بتكون حوالي 55,000 دولار، يعني عندنا بادجت عام سنويا 15 مليون دولار لنقدر انه نأمن تكلفه علاج حوالي 300 طفل سنويا. للاسف انه العدد مش صغير يعني للمصابين بهذا المرض، ولكن الحمد لله انه عم تقدروا قد ما فيكم تنقذوا هالاطفال. التكاليف اكيد عاليه والعلاجات بتكلف كثير، فشو الحل يعني وين بتقدروا تامنوا هالمصاريف؟ خلال السنه مركز سرطان الاطفال بجرب انه يعمل نشاطات عديده بتشمل كافه المجتمع اللبناني والعربي كرمال نقدر انه نامن التكاليف اللي هي كثير كبيره. بنعمل نشاطات عديده خلال السنه، ومن هالنشاطات نحن بنامن هيدا البادجت اللي هو من خلال نشاطات جمع التبرعات اللي بنعملها سنويا. يعني هول الحملات اللي عم تقوموا فيهم دائما سنويا هن من خلالهم تقدروا تغطوا تكاليف صحيح معينه. طيب شهر ايلول هلا كمان هو لدعم الاطفال والمصابين بالسرطان، شو اهميه تخصيص شهر كامل لهم؟ شهر ايلول صار الكل يعرف انه هو شهر توعيه لمرض سرطان الاطفال. نعم. نحن يعني صح مهمه المركز هو تامين العلاج لهالاطفال، بس كمان بنركز على نشر التوعيه عن هذا المرض، لانه دائما التشخيص المبكر بيساعد اكثر على العلاج. نعم. فبنجرب بهذا الشهر انه ننشر المعلومات الكافيه للاشخاص تيعرفوا اكثر عن هالمرض، كيف ممكن يتوقعوا، كيف ممكن يعرفوا انه طفلهم عندهم هذا المرض، وانهم يتوجهوا للاخصائي عادة بيكون هو طبيب الأطفال تبعهم تيقول لهم بحال طفلهم عندهم هذا المرض ممكن يتوجهوا لمركز سرطان الأطفال، ونحن بنعمل لهم الفحص التشخيصي مجانا كرمال نساعدهم أنهم يكتشفوا هذا المرض. نعم. بحال طفلهم كان عندهم المرض نحن بنستقبلهم، وبحال كنا وصلنا يعني قدرة الاستيعاب اللي
ممكن نستوعبها سنويا، بنجرب انه نساعدهم انه نحولهم لمستشفى ثاني مع البروتوكول اللي لازم يكونوا ماشيين عليه كرمال نساعدهم قد ما بنقدر. حلو. للاشخاص اللي حابين يعرفوا اكثر معلومات عن المركز وعن هذا عن المرض ممكن يتابعوا صفحات التواصل الاجتماعي تبعنا بهذا الشهر، لانه بننشر عده بوستات عن هذا الموضوع للتوعيه. اذا بدهم يلاقونا معلن اللي يكتبوا @CCC لبنان وهونيك بيلاقوا الصفحه تبعنا، وهذا الشهر بيقدروا يتعرفوا اكثر على هذا المركز وعن الخدمات اللي بنقدمها يلي هي عديده وما بتقتصر بس على تامين العلاج، والحمد لله عم توصل نسبه النجاه ل 80%. الحمد لله. وبالنهايه يعني المركز صيته معروف يعني، وكتر خير الله. لا من اهم المراكز الموجوده بلبنان. رح نحكي عن الاس ام اس كمان يلي الكامبين اللي عم تطلقوها. نحن سنويا مرتين بنطلق حمله الاس ام اس على 11.05. هيدي الحمله الاس ام اس حتبلش بواحد الشهر وبتنتهي ب 30 ايلول. خلال هذا الوقت ممكن الشخص انه يبعث اس ام اس رساله فارغه او فيها مساج مهضوم لاطفالنا على 11.05 مثل ما قلنا، وبينروح من حسابه دولار واحد. هذا الدولار هو تبرع لمركز سرطان الاطفال. صحيح. بطريقه كثير سامبل وكثير سهله وكثير بسيطه، وما بده واحد يحمل حاله ولا ينزل على المركز ولا يعمل ولا جهد ولا افور، غير انه كل نهار مسكين التليفون نحن وعم نتواصل يعني خلاله. صح انه هي دولار، في ناس بيفكروا انه شو رح يعمل الدولار، بس نحن عددنا كثير كبير بلبنان. صح. اذا كل واحد باع دولار واحد رح نقدر انه نوصل لبادجت معين وكثير عالي. نحن بنجرب سنويا انه نامن من حمله الاس ام اس كلفه علاج طفلين يعني اللي هي بتوصل لل 110,000 دولار كحد معين. ادنى نعم. او انا اوكي ادنى اعلى وليفر الافرج. يعني الاشخاص بيقدروا يساعدوا، حتى انه في ناس اللي بتعملها اكثر من مره. صح. انه بتطلب وانه كانه اعتبري واحد حكى يمكن شوي زياده على التليفون وطلعت الفاتوره. نعم. شوي زياده يعني قد ما فينا نبعث اس ام اس فينا من خطوطنا اللبنانيه على 11.05. اي متى بتبلش الكامبين؟ 1 ايلول. فمن 1 ايلول كلنا نحمل تليفوناتنا. مش هلا تروح هدر يعني. هلا نعم. هلا خلونا نعملها. فاذا ب 1 ايلول الخميس ببلش هيدي الحمله ببلش. وبتبقى ل 30 ايلول يعني معهم شهر كامل. شهر كامل. كل ما يكون حاملين تليفوناتهم يبعثوا اس ام اس على 11.05 ويساعدوا اطفالنا. ان شاء الله اكيد. في عندنا بوستر عم تحضروا لسهره كمان. نعم. كمان بشهر ايلول حبينا نعمل سهره للاشخاص المحبين الموسيقى بترين ستيشن مارم خايل ببيروت. التيكت هي 100,000 بس رح بيكون اوبن بريميوم بار، وبذات الوقت عندنا ثلاثه من اشهر الدي جيز بلبنان. عم نشوف البوستر هلا كمان. نعم. يلي هن دي جي جوجو، دي جي معجم، ودي جي جي ار. بنطلب من العالم انهم يحجزوا تيكت، رح يكونوا عم يتسلوا، عم ينبسطوا، عم يسهروا مع رفاقهم، وبذات الوقت عم بيدعموا اطفالنا. للاشخاص المهتمين انه يشتروا التيكت يتصلوا فينا على 70 35 15 15، ونحن بننسق معهم بالنسبه للحجوزات، واللي بحب انه يكون موجود دغري نهار السهره كمان رح يكون في تيكتس على الباب. فاذا السهره رح يرجع ريعه ب 8 اب هي رح بتكون وريعه كامل لمركز سرطان الاطفال بلبنان. طيب في عندنا كمان 8 ايلول. 8 ايلول. 8 ايلول. اوكي. عم تحضروا لبازار، هذا كمان حلو نحكي عنه. هون لمحبين المود عامر بيكون هالشهر. يعني شهر عامر السنه فيه ثلاث حملات كثير كبار وثلاث حملات لكافه المجتمع اللبناني. ب 8 ايلول لمحبين الفاشن الفساتين والموضه رح بيكون من 7-8-9 ايلول. ثلاث ايام ورا بعض. نعم. نعم. بالاي بي ام سي بوجه عصام فارس هول رح بيكون عندنا كوتير بازار. هذا الكوتير بازار حيكون فيه تصاميم ازياء من اشخاص مصممين لبنانيه وعالميه تبرعوا بفساتينهم لمركز سرطان الاطفال. حلو. ونحن بدورنا رح نبيعهم باسعار منخفضه جدا ابتداء من 50 دولار بس. حلو كثير. واو. نعم. والحلو انه الليسته طويله. الليسته طويله كثير. من الديزاينرز والمصممين يلي مشاركين بهيدا الحدث واللي مشكورين اكيد انه. نعم. عم يتبرعوا بفساتينهم الحلوه. عنا اسماء كثير كبار. اسماء من اهم المصممين. يعني انا شفت الليسته معك على كل حال يعني كل الليسته حلوه. صح. اذا بدك بس بنقول هيك كم اسم. كم اسم سريعا. عندنا استاذ جرج حبيقه، عندنا مدام شيرين خضرة، ساندرا منصور، ريم عكرة، هادي قطرة، عيشتي، عندنا اسبوزا، عندنا باسيل سودا، عندنا رامي قاضي، ربيع كيروز، حسين بزاز. عندنا عدد كثير كبير من المصممين من الفئه الاولى بلبنان وبالعالم تبرعوا بفساتين
كتير حلوة، رح تكون بأسعار منخفضة جدا، بذكر ب 7 8 و 9 أيلول. للي حابب أنه يطلع على 28 اسم اللي هن كلهم بأهمية بعضهم، ممكن كمان يلاقيهم على السوشيال ميديا، بذكر @CCC لبنان على الويب سايت تبع المركز اللي هو www.cccl.org.lb، أو طبعا يتصل فينا على 70 35 15 15 و 01 35 15 15. أوكي، رح يكون التيلي 7 8 و 9 أيلول من 10 للـ4 بعد الظهر. يعني هذا أول مرة بتعملوا هيك نوع من الإيفنت؟ هذا لثالث سنة. وكل سنة عم بيكون في عدد ومصممين أحلى من سنة، عم بيكون عنا عدد كتير كبير، عم بيكون عنا فصائل كتير حلوة، الليستة أكتر عم تكبر الليستة، صح، لأنه عم بيكون في قبول كتير كبير من العالم وحتى من المصممين. نحن بنحب نشكرهم كلهم أنه تبرعوا بفساتينهم ببلاش لهالمهمة النبيلة. أكيد. طب كيف يعني كيف حتى تواصلتوا مع المصممين واخذتوا الاكسسوارات واخذتوا الفساتين ويعني كانت سهله بس دغري حكيتوا هون؟ الحمد لله في عدد كثير من المصممين حبوا، يعني اول ما اتصلنا فيهم دغري هن عرضوا انه يكون عم بيقدموا فساتين تبعهم. جربنا، في كثير اشخاص ساعدونا بهذا الموضوع وجربوا انه يساعدونا انه نتواصل مع هالمصممين، بس عاده عم بيكون الاقبال كثير كبير مثل ما حضرتك قلت انه صيت المركز سابقه. صحيح. فهذا الموضوع بيساعدنا كثير انه الاشخاص يقبلوا انهم يتبرعوا لنا بغراضهم، كرمال نحن بالمقابل نستفيد منهم ونجمع تبرعات للمركز. يعني كل ريع المصاري حتطلع من هذا الكوتشير بازار بيرجع للمركز 100%. صافي. بنذكر بس وين اكيد هو حيكون بالاي بي ام سي بوجه عصام فارس هول من 10 للـ4 بعد الظهر. هو الشخص اللي بيعرف المركز هي دائما على ميله الشمال من المركز. نعم. بحال هن بيعرفوا وين المركز، يعني بالحمرة. نعم، حلو كتير. نعم. طيب في أشخاص كمان هي بتحب أنه تتبرع أو تساعد كمان المركز خلال السنة أو مدار السنة، مش بس بالإيفنتات والنشاطات اللي عم بتقوموا فيها، كيف يقدروا يتواصلوا معكم؟ فيهم يتواصلوا معنا مثل ما قلنا على الويب سايت تبع المركز. للأشخاص اللي برات لبنان ممكن يتبرعوا على الويب سايت دغري، الويب سايت هو منذكر فيه www.cccl.org.lb. فيهم يتصلوا فينا على 70 35 15 15 و 01 35 15 15، بيتصلوا فينا ونحن بندلهم على أهين طريقة. وحتى فين برا بحيالة فرع لأو أم تي للمركز، ما بيكون في كلفة إضافية لإلهم ودغري بتروح التبرع لإلنا. نعم. أو بعديد من البنوك اللي نحن عنا حسابات فيهم وبيعرفون من الويب سايت تبعنا وطبعا على السوشيال ميديا تبعنا يلي هي @CCC لبنان. حلو كتير. طيب خلال النشاطات اللي عم تعملوها على مدار السنة، هل هن كافيين لحتى يغطوا التكاليف تكاليف المركز ولا not enough؟ الحمد لله عم نوصل لبادجت منيح، مش دائما عم نقدر نوصل لل 15 مليون دولار اللي نحن بنسعى لها. طبعا نحن بنعرف الوضع الاقتصادي بالعالم العربي وبالوضع اللبناني، فنحن لهالسبب عم نجرب انه يعني يكون عندنا حملات بتستهدف كل العالم. نعم. ويعني حتى دولار واحد مثل ما قلنا قبل شوي رح نقدر نساعد الشخص، فقد ما فيه الشخص لو بدولار 5 دولار او عدد يعني رقم اكبر فيه يتبرع فيه لنقدر نوصل لهالمبلغ. لانه كل ما نوصل للمبلغ كل ما نقدر نستوعب ونستقبل عدد اكبر من الاطفال. أكيد. في حالة بترفضوها وقتها نوصل مثل ما قلنا نحن المركز بمحل معين رح يكون عنده كوتا ما بيقدر يتخطاها بالنسبه للبادجت بالنسبه للطاقه الدكاتره اللي عندنا اياهم. هون عم نضطر انه نعطيهم، طبعا نعملهم مثل ما قلنا الفحص التشخيصي ببلاش ونرجع منحولهم لمستشفيات ثانيين، وطبعا المستشفيات بلبنان كلهم عم بيكونوا يستقبلوا قد القدره انه يقدروا يستقبلوا هالاطفال. حلو كثير. فانتم مشكورين اكيد، ونحن دائما فخورين بوجود هذا المركز بلبنان، وان شاء الله دائما بيكونوا الايادي البيضاء والخيره تكون كثيره تقدر تساعدكم وتقدر تامن مثل هيك جست صغير. حتى لو واحد. نعم. بيقول انه اس ام اس صغير من البيت بيقدر يساعد انه ما يوقف عليه. اكيد يقدر. هذا بنرجع بنذكر بواحد الشهر هو ببلش الاس ام اس على 1105، بنذكركم هذا الرقم ما تنسوه. كل شهر الجاي ما حدا ينسى هيدا، كلنا نبعث اس ام اس على 1105. هذا الشهر افتحوا ال 1105 وبعثوا مساج. وعندنا لكان ب 8
أيلول راح يكون في السهرة بالترين نعم. ستيشن مع 3 دي جيز نعم. كمان في عنا البازار ب 789 راح يكون كمان لكل محبي الموضة بيقدروا يستفيدوا بأسعار كتير خفيفة صح ابتداء من 50 دولار هيدا مهم هيدا كتير مهمة مع أسماء من أهم ديزاينرز يعني نعم. موجودين شكرا لك آية صوفيا واسمك كتير حلو شكرا ومنشكر شاشة المستقبل على دعم المستمر لمركز سرطان الأطفال يا أهلا وسهلا ببيتكم من هي رح نتوقف مع بريك من بعدها بنكفي عالم الصباح شو رح توعدنا شيف؟ ما في وعد؟ ما ابدا انا وياك سحبت السفره خلص سحبت لا السفره لا يا زلمه يا عمي بس تذكرك انه نحن بنتفق نهار الاحد على جون لا ما بنتفق على بعض انا جون بعد اللي عم يعملوه فيك هبه اشرف كلهم رولا عم تحرضهم كلهم انا من الاحد الجاي انت بعدنا فايتين اصلي يعني لحظه بعدنا فايتين الصبح وانت عم تقول خي الحمد لله جون مريحنا من صوته هيك فيك تحلفي انا ما بحب احلف اصلا الحلفين بشع بالحياه على كل حال رح نرجع لك نحن وين بدنا نروح يعني وانت بالنهايه شيف عظيم مهم نحن اهل العالم عشان تعطيني هالكومبليمون واخر شيء في ضدي انت في بين ايديك جواهر انت اخر ربع ساعه ما حتجي لهون لا جايه لا ما في ما اجي كرمالك لازم اجي خلينا نعمل جوله قبل ما نرجع ننتقل لعندك شيف مع سينما وغدا ضمن أفلام الأسبوع فيلم الأكشن War Dogs عن القصة الحقيقية لشابين ربحوا 300 مليون دولار من عقد عملوه مع البنتاغون لتسليح حلفاء أمريكا بأفغانستان مع مايلز تيلر وجون هيل وفيلم الأنيميشن The Secret Life of Pets 3D بنسختين أصلية وفرنسية عن الحياة الهادية اللي عم بيعيشها ماكس وقت اللي صاحبه بيجيب ديوك وهو شريد وبيكرهه ماكس مباشرة بأصوات نجوم كتار مثل لوي سي كي كيفن هارت وغيرهم والفيلم الكوميدي Absolutely Fabulous The Movie عن سيدتين بيجذبوا انتباه الشرطة والإعلام من بعد ما يوقعوا بطريق الخطأ كيت موس بنهر التيمز وبيروحوا يتخبوا بجنوب فرنسا مع نجمات من الجيل القديم والجيل الجديد مثل جينيفر ساندرز غوندولين كريستي وكيت موس بأدوارهم الحقيقية وظهور لجوان كولينز You must find him You must kill him الفيلم الدرامي Remember بمساعدة ناجي من الإبادة اليهودية ورسالة بخط الإيد بيبدأ رجل عنده خرف البحث عن الشخص المسؤول عن مقتل عائلته مع النجمين الحائزين على جائزتي أوسكار كريستوفر بلومر ومارتن لاندو والفيلم الكوميدي سكيب تريس عن محقق من هونغ كونغ بيجتمع مع مقامر أمريكي لمحاربة مجرم صيني معروف مع جاكي شان وجوني نوكسفيل واحد صرنا على الهوى ننتقل هلأ عند الشيف عبدالله الكبير العريق الفنان المبدع العظيم المزوق قال قول اشرف قول شيء لا ولا شيء ما بدك تقول شيء اشرف حصته محفوظه هيك ما بده يقول كده خلص خيي بنروح عند الشيف عبد الله ورشه ملح شو بده يطلع منه بيطلع اليوم وصلنا لختام عالمنا الصباحي على النق بعد شوي حيحترق الحليب ان شاء الله لا طيب شو عندنا بالطنجره حطينا من الحليب من السكر حطينا من المسكي مع الحليب والسكر خلطناهم على النار وعلى جنب هنخفف النار شوي وعلى جنب ذوبنا النشا بالمي الباردة مع المزهر أو مع الموارد حتشوفوا عندي الخليط
بلش يشد اكيد نحن بدنا نوصل لدرجه غليان، يعني لتغلي عندي الهيطليه بدي ضلني احركها لتغلي عنا. بهالوقت شو هنعمل؟ هنزيحها شوي على النار لانه ما فينا نضلنا نحرك ونجي نشتغل هون. هنجي ناخذ 4 بيضات عنا معهم كوبه من السكر. لكن 4 بيض، كوب من السكر، برش ليموني، بيكنج باودر وفانيلا. بهالطريقة شو حنجي نعمل؟ حنجي نضربهم على المكنة. أكيد الوصفات عم يبرموا قدامكم على الشاشة، واللي ما بيلحق الوصفة في شوفها على يوتيوب عالم الصباح، وفي شوفها على بيج شاف عبدالله خضر على الفيسبوك. حطينا بيض، سكر، فانيلا، بيكنج باودر، واكيد مع برش الليمون. بهالوقت نرجع على النار. حتشوفوا قدامكم كيف الهيطليه شدت عندي بهالطريقه. شو حكون انا محضر؟ هلا هيدي الهيطليه حنسكبها بجاط اذا بدكم مصفلح لنقدر تبرد معنا ونزينها. حنجيب هذا الجاط الستانلس اللي عنا حتى تبرد عنا بسرعة. اذا بتشوفوا على الكاميرا كيف بلشت تفقع عندي وتعمل مثل جيوب هوائية، هيدا الشيء بدل انه بلش تنشف السوائل اللي بقلبها وبلش النشا يعطي النتيجة. نرجع منشيل عن الغاز ونجي منضيف 3/4 كوب من الزيت، وحنضيف معه اللبن. لكن الكيك اللي عنا نحن جهزناه، دوبنا له من الكريمة مع الشوكولا وصار جاهز مع قطع الليمون اللي برشناهن لهون. كمان نحرك لفترة 5 دقائق وبنرجع على الهيطلية بنكمل حرك. ومثل ما أنا دايما بقولكم استعملوا الستانلس لأشياء اللي فيها حليب مع الحرك المستمر حتى ما تلطع عندكم. الهيطلية اللي عندنا حنزينها باللوز اللي قليناه بأول وقفة لقلنا، مع الفستق المجروش، مع العسل، مع الموز. هلا اجا دور نضيف الطحين اللي عندنا. في شيء عم بيصير وراي بس ما عم بقدر ركز، خليني ارجع اروح شوف. نعم كيفك؟ مش بحدا بدنا. لا اجت تبان. اوكي ما تواخذونا يعني. طيب بس شاف؟ نعم. انا ما راح ابدا اقطعك ابدا ابدا طالعه فيل شاف يعني ولا ابدا اقطعك بغير يعني يعني معقول اقطعك اذا ما بس شاف حرام. وين الحرام؟ حق يعني حق بيصير بيدبل. بيدبل ما بتقعد بتحس بطعمته مظبوط برايي. منجيب صحن انه بالنهايه انتم ما شفتوا، بس بليز في احكي المشاهدين عمول معروف بليز بناخذ بس نص دقيقه من وقتكم. انتم شفتوا ما شفتوا شفتوا البريزنتاسيون رائعه، البريزنتاسيون مفيده مبهره رائعه يعني بتاخذ الانفاس. فاذا شفتوا لك شو حلو ليمون بتحطوا كمان الكيس اللي بحب حط لك شوكولا زياده. هلا بناخذ سكينه مدام تفضل هيك تفضل. نعم مدام بناخذ سكينه بس علمهم كيف بتقص ونسكب لانه في فن السكب. عندك بدك تكملي هون وبتكملي هون، انا بدي مضطر. لا يا شيف لا بنعرفك اكثر من هيك. مصرة تسكبي؟ ايه ما مش انا مصره، هن لازم يشوفوا كيف تطلع القطعه بالنص. طيب شوفوا الفن القص. تفضل تفضلي انت لانه هلا اذا ما اكلنا هلا ما بنهضم للغدا. حرام عنا غدا يعني. طيب حنشيل شوية ليمون مزبوط. اوكي شوف كيف نجيب لك ملعقة
مدام رقبه لانه مهم كثير هيدي المرحله. اوكي. ونحط للشوكولا نرجع. نعم. مسكفوف. ضاع الشيف بس هو مركز. لا انا ما ضعت بس انه انا ما عامل حسابي. نحن معك. نحن معك. كرمالك شيف. كرمالك. نعم. مدام هيك من تركزي. بتعرفوا هيدي السكين قد ايه بتقص ليكو؟ شفتم احلاها القطعه؟ شفتم احلاها القطعه؟ شو؟ حالها؟ ولا هو؟ شايف ما معك وقت بدك تطبخ؟ وقعت الصوص، انبسطتي؟ هيدي من عين اشرف انبسطتي؟ طب يا شايف معقول تحط شوكولا بقلب الملعقة؟ ملعقة بقلب الشوكولا؟ تفضلي وخلص. شيلها شيلها هلا بتوقع اكثر وحياتك حتوقع. حطيها خلص هيك نجي بنرد بنرجع على الشوكولا. حطيها هون اذا بدك بقلبها. حطها يعني هون. اوكي اوكي يلا تفضل. ها رد الهيدا. هيدا هو العصير. خربتها خربتها. يعطيك الف عافيه يا شيف. اوكي تفضلوا جمهورنا. نحن بنرجع بنشوفكم بعد. بعد شو؟ انا برجع بشوفكم بعد شوي. طيب يلا هلا بعد ما كبينا الشوكولا نعم على الطاولة. صحيح. ورولا حتغادرنا. حتغادرنا. نقدر نرجع نشتغل. بمحبة طبعا. شو صرنا حاطين بالمكنة هون؟ حطينا 3 أكواب من الطحين. حطينا كوب من اللبن، 3 أرباع كوب من الزيت، ملعقة بيكنج باودر، ملعقة فانيلا، برش الحامض، وأكيد 4 بيضات. هيدا الكيك اللي عندي حنتركه يرتاح بعد شوي. بعد عنا المي، لكن المي اخر شيء بنحطها قبل ما نضيف الفواكه. حنرجع نعيد الريسيبي على السريع. كوب ونص من المي، 3 اكواب من الطحين، كوب من اللبن، برش ليموني او حامضة اذا بدكم، فانيلا، بيكنج باودر، 4 بيضات و3 ارباع كوب من الزيت. هذا خليط الكيك اللي عندي. حنجي نضيف له او قبل ما نضيف له الفواكه المجففه بنجرب دائما الجوانب لانه بتكون نشفت على الحرك. نجي بنخلطها بقلب بعضها لترجع تكمش عنا، واذا في شيء مرقد بالكعب كمان بيقدر ينخلط معنا. لكن كمل خلط الكيك اللي عنا. منشوف الهيطلية بدنا نعطيها بعد فترة 5 دقايق على النار بهيدي الطريقة. حنطفي ونجي ناخد الهيطلية نبرم الكاميرا اذا بدكم نبرم الطنجرة. ومنجي منجيب السباتول او المشحاف لنمسد او لنمد الهيطلية قبل ما تنشف عنا، لانه مثل ما قلنا الستانلس بيساعدها انها تبرد لنقدر نرجع نزينها. بهذه الطريقة أكيد أنتم فيكم تسكبوا كاسات، فيكم تسكبوا جوت، وفيكم تعملوا مثل ما حنعمل نحن هلا بعد شوي بالهيطلية اللي عملناها وحطيناها بالبراد. هذا الجات اللي عنا صار جاهز. نجي بناخد شوي من الكليناكس. اول شيء نمسح الجات اللي عنا، نمسح الشوكولا اللي وقع. يعني شو بدي اقولكم، لو بنتي لانا معي بقلب المطبخ ما بتوقع الشوكولا. بس يلا شو بدنا نعمل، كله لانه جون منه معنا. عم يدعي علينا شكله جون. نجي منشيل البيدال او الكف اللي عم نخلط فيه.
ومنفك الخليط اللي عنا. كذلك أمر المكنة ما بقى بدنا إياه. شفتوا كيف بس يكون عندكم مكنة تقدروا خلال 10 دقايق تعملوا من الكيك. أكيد نحن الشغل اليدوي كمان قبل ما كان في مكانات كان ينعمل كله على الشغل اليدوي، بس تاخذ شوية وقت زيادة بس كمان بنحصل على نتيجة رائعة. هاي طاولتنا نظيفة. نجي هيدا الكيك اللي عنا حتشوفوه على الكاميرا كيف ما بقى بقلبه من التكتلات، وبرش الليمون اللي بقلبه بيعطيه ريحة مع الفانيلا. شو حنيجي نعمل؟ حناخد حاطين بالصينية اللي عنا شوية زيت، حنجي نفرك الصينية أو الصينية اللي بدنا نخبز فيها، صينية الخبز فيها تكون الشكل اللي بدكم إياه، لكن نفركها بشوي من الزيت وبتصير عنا جاهزة لتستقبل الكيك. نجي للهيطلية اللي هون حنزينها أنا وإنتو. حناخد من الفستق بهالطريقة، بعد الفستق مثل ما قلت لكم فيكم زينه بالموز، فيكم تزينه بالمربى، طبيعة الحال من اللوز المحمص أو المقلى. نجي نرجع ناخد هيك بهالطريقة. نرجع نبرم الجاط كمان. بهيدي الطريقة ناخد هلأ من اللوز. شفتوا كيف تقدروا انتو تعطوه قيمة للطبق حتى لو كان نشا وحليب، مع انه كتير طيب، تقدروا تعطوه قيمة بالقلوبات والمكسرات اللي بتحطوها بقلبه. واكيد هنرجع نضيف او لقلكن. خلونا بالاول نقطع موزة ونضيفها على القالب او على الجاط اللي عنا. هيك لكان قدرنا نعمل الهيطلية. الكيك عندي صار جاهز لنسكبه ويفوت على الفرن. بس اول شيء قبل ما نشتغل بالهيطليه اللي بالبراد عم نحط الموز على الهيطليه اللي عملناها سوا، بعد ناخذ حبه موز. هيدي الطريقه شوفوا كيف قدرنا نعطي طعمة. حكمل وضع الموز، منروح بريك ومنشوف رولا إذا حترجع لعنا ونكمل عالمنا الصباحي. بريك وبرجع بشوفكم. عالم الصباح وبنختم كمان باخر فقره ورشه ملح. اهلا وسهلا. هاي الحدود هذه بس؟ بس اوكي. طيب هاي شو صرنا عاملين لكان؟ الكيك حنرجع نحكي عنه، الهيطلي اللي سكبناها حنيجي ناخذ كمان عسل من العسل. حط لها قطر؟ لا كمان؟ ايه حط لها قطر. نعم حتى لها قلوبات مع قشرة. قلوبات مع قشرة. هلا هلطشة كثير حلوة وكثير طيبة كانت القلوبات. كثير طيبة؟ تعقد. اوكي.
لكن هذا الفيوجن مطبخ جديد. بهذه الطريقة هذا جات الهيطلية عنا. هنرجع نحكي شوي بسرعة عن الكيك. حطينا من الحليب أو حطينا من اللبن إذا بدكم كوب، 3 أكواب من الطحين، كوب من الزيت، 3/4 كوب من الزيت، ملعقة كبيرة من الفانيلا، ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، برش الليمون، و4 بيضات. وهولي بيطلع هون في كم حبة؟ شو حاطين هون؟ حطينا كرز، رازبيري، لا برافو فريش، زبيب مجفف. شو مجفف فريش. يعني نضيف جديد منه، مش خلصة مدته. كيوي ولايم. هنجي ضيفهم بهالطريقة. نجي نفضي الخليط اللي عنا بالصينية. بالصينية. وهيك بيكون صار جاهز الكيك عنا ليفوت على الفرن. قد ايه بده وقت بالفرن؟ بده نص ساعة، درجة حرارة 160. وبلا معلمية بنعمل هيك. عرفتوا كيف مدام مسيو؟ ليه بنعمل هيك؟ بتعرفي ليه بنعمل هيك؟ بنعمل هيك نحن. طب ايه؟ نحن عملنا هيك. تفضل قول لهم ليش؟ لأنه لنظهر الهواء. هواء منا. عيني عليك. فهلا ظهروا. شفتوا كيف؟ صبوا الساعة اللي فاتوا الهواء أصلاً. ايه 100%. احنا هيك. هالطريقة. هزة. هيك صار جاهز عنا الكيك اللي انا عملته. مزبوط. اللي انا اصلا عطيته الريسيت اكيد. بس تذكروا باول حلقه قلنا عنا من الحليب الفريز اللي مسقع هلا بالبراد. ليش سقعنا حليب الفريز؟ نعم. ليش يا رولا؟ ليش سقعنا حليب الفريز؟ لحتى لانه نحن بحاجه لحليب الفريز يكون مسقع، عشان هيك سقعني. بحاجه لشو؟ للحليب يكون مسقع. ايه مزبوط. عشان هيك سقعني. اوكي. لا. لانه نحن بحاجه انه نحطه فوق. لا ليكون مسقع. حتشوفوا هذا مي. ايه ايه. ما انا قصدا لما اورجيكم الطريقه الثانيه لتقديم الهيطليه، حتى ما حدا يقول لنا عملناها بطريقه ونحن بنعملها بطريقه ثانيه. فينا نحن هذه الطريقه مثل ما قلنا. حنرجع ناخذ شوي فستق. من الفستق هيك. نعم. وشوي من اللوز. من اللوز. هيدي انا الطريقه اللي اعطيته اياها 100%. كمان بنحط من العسل. هيك كمان بحبهم انا هول الانجريديانات، عشان هيك قلت له خلينا نزيدهم. عاد هيدا جات تاني او طريقه تانيه لنقدم طبق. اما هلا شو بدنا نعمل يا سترولا؟ هلا هيدا نحن كان عندنا جاتين بيركس ازاز حطينا فيهم الهيطليه. واحد حطينا بقلبه مية مسقعة، وبتشوفوا كيف الوجه مثل ما بيقولوا كرنش او مشان يدخل بهم كل مشان لما نجي نحن نقص الهيطلية بهالطريقة. حلو. ما تلزق عنا. ايه واو. بس ما بتدخل فيها؟ لا 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 لا. هلا حتشوفي كيف. فيني اخذ كف بس بعد امري؟ تفضل. من هون مش منك يعني. نعم. اوكي. اوكي. اذا عندنا منبوذة الايس كريم على فانيلا او على فريز كمان فينا نقدم مع لهذا الهيطلية. للهيطلية. هيطلية مش قريبة من الهمهلبية وهو؟ كله من العائلة اللي. كله ليي. اللي. لية؟ اللي بتشبه اللية، بتعرفي اللية شو هي؟ الدهنة، دهنة الخروف. نعم. حنجي صفي هيدي المي. بس أكيد ما بتأثر على الطعمة ولا بتدخل فيهم. ولا بيروح. أنت من الأشخاص اللي ما بيأمنوا إلا لشو؟ ليدوقوا. 100%. أكيد. ما أنا ما بقدر أتأكد. طيب. نجي. ناخد هذا المكعب. مكعب؟ طب لتذوقي. طيب بركي ما هو انا ما اسمع قلت شيء. انت أوكي. انت نيتك سيئه. حط معه حليب. من الحليب. لا ما ضروري بقى خلص. طيب كثير كترنا اليوم خليط. ميرسي. هلا بنحب نذوق نحن الخلطه اللي انا قلت له عنها وشوف كيف طلعت معه.
يعني اخر نهار طلعت انت غطيتي محل جون وغطيتي هون مندوق يا نجي نشيل هالمكعبات اللي عنا ما طالع صوتك بهيدي الطريقة شو سكرولها بتبورد هيك بتسقع ما هيك عن جد ايه بالاذن بتحبي تزيدي بعد قطع حنزيد بعد الهواء شاهدين هن القطع اللي عم حط اليوم كثير صغار مزبوط مزبوط بتفكروا انا كثير باكل وين بروحوا يعني نرجع كثير صغار ناخذ هيك بنقدر نرغب اكله تقليديه نرغب فيها الاولاد حتى والكبار. الكبار اكيد حتى الحليب فيكون على شوكولا فيكون منكة ومثل ما قلت اذا عندكم بوزه بس طالما الحليب حليب مسقع والحلو اللي عندي مسقع كمان بيعطينا هيك طعمه طيبه برافو برافو اوكي نجحت معنا شيف نجحت؟ شفتي لما قلت لك حاعمل الجيلو عملت لك الجيلو متذكره من جمعه لما قلت لي انا بس الجيلو متطور متطور برافو يا كم كف بالنهار؟ شريتيون انتي؟ لا اعرف بس لا اعرف فيز هيدا شو؟ عم بيروح ويست منا كثير طيب ماشي ما فينا كثير ماشي بامرك ويست ونكتب تقرير هلا بال ماشي نحط موز نحط موز مشاهدينا كمان اللي علمتني الطريقه رولا ما قلت انه انت علمتني بحب انه انت ما بتنكر ايه انا فضل فضل اكيد ما بينكر الفضل أكيد ابدا أكيد انه أكيد. انا عم علمه كل هال برافو ماشي لك مستقبل شاب الايام جايه بس ايه ماشي نرجع ناخذ من الحليب اللي عنا نسكب اول شايف هذا الجاتو ما بدك تحطه بالفرن؟ بنلحق يستوي؟ لا بيستوي بعد الحلقه تفشين هيك اوكي اذا بدك انا بطعم بطمن انا بعيرك الصينيه لا 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 تخبزيها بالبيت وبتجيب لنا لا ابدا ترجع. عندي جاتويات ليوم الجاتويات بالبيت اوكي لنجيب جهاز او صحن انا بطبخ جاتو كثير طيب فكره وحيد الله مش عم بمزح اذا مش مصدقين انا مش بس باكل انا بطبخ سألوا اصحابي شو صار حديث؟ لا بحكي معهم اوكي على شوكولا عجوز عالوز طيب على كل شيء بهيدي الطريقة سألوا ماما هيدي خليها عندك هون بنيجي بناخذ من الفستق بنرجع وهيك بنكون عملنا الهيطلية بطريقتين الطريقة التقليدية وطريقة شوي تلبق بالشوب اللي نحن عم نقطع فيه وبنقدر نرغب الأولاد لعبنا على الألوان لعبنا على الطعمة مع النكهات ودخلنا الفواكه مع الحليب هيك بيكون طبق حلويات متكامل وأكيد آخر شيء ألف صحتين هنضيف العسل العسل هي واحدة كتير طيبة نكون حقانيين يعني زيد عسل عم بيقولوا لي زيد عسل بعد وهاي كل العسلات وهيك بنكون عملنا كيك الفواكه اللي علمتنا اياه رولا وعملنا الهيطليه بطريقتين كمان علمتني اياهم رولا شو بدك تعلميني للاسبوع الجاي؟ خلص برايي بالزياده ما في اعطيك سر المهنه كل يومين بدي اياك تبتكر هلا انت كون يعني تو امبروفايز شفتي واحد بس يوصل لمرحله عاد عايده عاد على الجرح بشوفكم جمعة جاي شكرا لك شيف يعطيك الف عافية اكيد يعني له شيف طبعا مستقبل رائع بما انه بيحفظ دائما الروسيتات نحن بدنا نتشكر حضوركم اليوم معنا قصدي متابعتكم معنا وبكره عالم صباح جديد اكيد بنشوفكم بكره انا بشوفكم نهار الثلاثاء باي باي افراد الحبابه ودكي دكي دكي يا ربابه دكي افراد الحبابه بعد ما راحوا
تبقى